مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم ومنوريني ومشرفيني دايما في الاهلي الليله. ان شاء الله ان شاء الله كلنا كجماهير اهلي اعتقد ان احنا قاعدين مستنيين دلوقتي يعني قدام التلفزيون الماتش بكره ان شاء الله، كلنا مستنيين الاهلي والنجم الساحلي. مباراه مهمه جدا لينا كاهلاويه، عايزين ان شاء الله ان شاء الله ناخد هذه البطوله بعد يعني طول غياب. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه المباراه الهامه جدا جدا جدا. هيكون معايا بعد ما اقول لكم الاخبار النجم الكبير كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي الكابتن محمود صالح ودكتور محمود صالح، وهيكون بعد الكابتن محمود صالح نجم الاهلي السابق ايضا نجم الكبير ونجم مصر الكابتن عادل طعيمه. هيكون في ختام حلقه الاهلي الليله النجم ايضا نجم الاعلام الرياضي والنقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في جريده الشروق، هيكون بصحبه الزميل محمد سعيد. تعالوا بسرعه نطمن على اخبار النادي الاهلي. هحاول اجيب لكم او هنحاول نجيب لكم الزميل كريم احمد عشان نشوف ايه اللي حصل في تونس وايه اللي حصل في اجواء المران الاخير. المباراه بكره ان شاء الله الساعه 9 مساء بتوقيت القاهره، الساعه 8 بتوقيت تونس باذن الله. كلام كتير حصل يعني حوالين تكريم رمضان صبحي امبارح، هنتكلم فيها برضو يعني الموضوع مش عارف واخد اكبر من حجمه بكتير. رمضان صبحي كرم كاحسن لاعب في افريقيا، كرم بتتويج منتخب مصر الاولمبي تحت 23 سنه، منتخب الحائز على بطوله افريقيا والمنتخب الاول عربيا اللي بيحصل على هذه البطوله. فاعتقد ان اي تكريم بعد التكريم ده هو تكريم يعني عابر ومفيش فيه اي مشكله خالص، بالعكس يعني انا شايف ان هو احنا كلعيبه اهلاويه مش 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 لاقي تعبير بصراحه اقوله، مش عايز اقول تواضع ومش عايز اقول ان احنا مش عايزين نقول لحد لا، لكن اي حد بيجي يقول لنا اهلا وسهلا بيك ونقول له اهلا وسهلا وعلى دماغنا من فوق كمان. فالموضوع واخد اكبر من حجمه، ويقول لك بقى اصل ما كانش تكريم رسمي. يا جماعه الموضوع بالنسبه لرمضان شخصيه وبالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي اي حد بيتمنى يكرمه، اي حد بيتمنى ان هو يعني يقرب ليه حتى. فالموضوع ان هو حد كرمه بقى رسميا او مش رسميا ده حاجه كده يعني بقول لك كرم رمضان صبحي او خد احسن لاعب في افريقيا تحت 23 سنه. منتخب مصر خد بطوله افريقيا، اول منتخب عربي ياخد هذه البطوله، فخر لنا كلنا كعرب. والراجل اللي بيقدم لرمضان الدرع ده ايا كان مين هو فهو شكرا جدا جدا ليه، ان هو راجل فعلا عارف الاصول وعارف بيوطد صداقه وبيوطد اخوه، فلازم نقول له كلنا شكرا. حتى لو ما كانش بيمثل النادي فعليا او بيمثله رسميا لازم نقول له شكرا جدا ان هو عمل هذه اللفته الطيبه حتى لو ما كانش رسميا. وما ينفعش ان احنا واحد جاي يستقبلنا بصفته ممثل النجم الساحلي وجاي يقول معاه درع نقول له لا بصراحه اصل احنا عايزين وعايزين وعايزين، مش دي اخلاق النادي الاهلي خالص يعني. فكون ان هو بقى مش عارف هيعملوا تحقيق او مش هيعملوا تحقيق، الراجل حرص على توطيد الاخوه العربيه، حرص على تكريم كابتن مصر رمضان صبحي 23 سنه لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في مشواره وعمل اداء ولا اروع، كان قائد فعلا بمعنى الكلمه، خد كاس افريقيا بيمثل العرب كلهم، اول منتخب عربي ياخد هذه البطوله. فالراجل كان حريص ان هو يكرمه وحريص ان هو يقول له والله شكرا ان انتوا خدتوا بطوله افريقيا كاول منتخب عربي. فمش عارف بصراحه اللي حصل بعد كده ايه، يعني حاسس ان هي حاجه يعني صغيره قوي ان هي تطلع من مسؤولين كبار ايا كانوا هم مين. عموما موضوع وعدى، واحنا بنقول لاي حد اهلا وسهلا بيك، حتى لو كان احنا بنقول للجماهير، الجماهير حتى الجماهير اللي في الشارع لما تيجي ماسكه لك ورده بتقول لك بنقول لها شكرا، لما بيجي يمسك لك صوره ليك راسمها لك بنقول له شكرا شكرا على دماغنا من فوق يعني طايرين من الفرحه. فاكيد واحد بيمثل النادي وواحد جاي يستقبلك في مطار ويعني ممثل النادي جاي بيقول لك انا جايب درع رمضان صبحي اهلا وسهلا بيك، مفيش مشكله خالص يعني. وشكرا جدا ليه، وشكرا ان هو حريص زي ما قلت على تدعيم وتوطيد العلاقات، وحاجه جميله نتمنى كلنا حتى لو ما كانش ممثل لكن لفته طيبه جدا من هذا الرجل المحترم. عموما تعالوا يلا ندخل في اجواء اللقاء. الاهلي بياخد مرانه الرئيسي، بقول لكم او بقول لحضراتكم ان احنا هنشوف هنحاول نجيب زميل عزيز كريم احمد، بنحاول دلوقتي معاه عشان اتواصل يقول لنا كل ما حصل في المران. اعتقد ان المران يعني لسه هيبدا او على وشك البدايه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لفايلر والجهازه الفني. الاهلي كان خاض المران واليومين الماضيين على استاد الجامعه التونسيه، اكيد طبعا حضراتكم كلكم عارفين ومتابعين اول باول ما يحدث في تونس
وعارفين اللي بيحصل مع الفريق الاول للنادي الاهلي. محاضره فنيه بالفيديو للاعيبي الاهلي مساء اليوم. عارفين ان ري فايرا دايما حريص على هذه المحاضرات، حتى في الدوري بنشوفه بيعقد محاضرات، بيشوف الفرقه اللي هيلعبها مين، بيشوف نقاط القوه ونقاط الضعف ازاي هيلعبها، بيشرح اللعيبه ازاي بيخترقوا من الاطراف من العمق، يعني بيتكلم في العموم. فاكيد طبعا مباراه الغد لها اهميه خاصه جدا، فاكيد هو حريص كل الحرص على معرفة اللاعبين كل كبيرة وصغيرة في هذا الفريق. أيضا كان بيضم فيديو أو هيوري اللعيبة فيديو في أبرز اللقطات الخاصة بآخر خمس مباريات الفريق التونسي، حاجة جميلة جدا وحاجة صحية جدا من المدير الفني لريني فايرر. وإحنا قلنا قبل كده إن فايرر ما بيسيبش أي حاجة صغيرة عشان يعرف اللعيبة، وده سر نجاحه. كمان بيطمن على ربيعة، لسه مش عارفين اخبار ربيعة ايه، اول ما نطمن عليه او اول ما يجي لنا اخبار مؤكده هنقول لكم اذا كان هو هيشارك بكره او مش هيشارك. لكن فايلر كان عقد جلسه مع خالد محمود طبيب الفريق دكتور خالد محمود من اجل الاطمئنان على حاله رامي ربيعه مدافع الفريق. خد كدمه كده اسفل الفخذ في نهايه المران، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون متواجد بكره وتكون موضوع بسيط ان شاء الله. السيد نبيل حبشي سفير مصر في تونس كان حريص على حضور مران النادي الاهلي ومعاه طاقم السفاره بالكامل. زي ما قلت لحضراتكم امبارح الراجل حريص كل الحرص على تذليل كل العقبات للنادي الاهلي. بصراحه كل السفره في مصر يعني بيبقوا حريصين جدا على استقبال النادي الاهلي احسن استقبال وتذليل كل العقبات للنادي الاهلي عشان يبقى متفرغ تفرغ كامل للمباراه. شكرا جدا سياده السفير نبيل الحبشي وطاقم السفاره المصريه جميعا. كان في استقباله الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق في تونس، أيضا مهندس خالد مرتجي ومحمد الكرح عضو مجلس إدارة النادي والذين حرصوا أو اللذان حرصوا على حضور المران ودعم الفريق. النجم الكبير الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وأسطورة النادي الأهلي رئيس النادي كان حريص على الاطمئنان على بعثة النادي الأهلي في تونس من خلال اتصال هاتفي أيضا مع الدكتور مهند مجدي رئيس بعثة الفريق في تونس. كابتن محمود الخطيب نقل الدكتور مهند مجدي ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني وقدرتهم أيضا على تحمل المسؤولية لإسعاد جماهير النادي الأهلي العريقة بتحقيق نتيجة إيجابية في رحلة استعادة اللقب الأفريقي، لقب المنشود لينا كلنا، والعودة للمشاركة في كأس العالم للأندية بإذن الله. ده هذا الرجل اللي قدام حضراتكم ده اللي كرم رمضان صبحي مرافق للنادي الأهلي في كل خطوة، أنا بشكره شكرا جزيلا. هو اسمه للأسف يعني لو نعرف نجيب اسمه تاني يا جماعة بعد إذنكم. زي ما قلت لحضراتكم الدكتور مهند مجدي كمان نقل للكابتن محمود الخطيب، نقل له الروح القتالية العالية للاعبين وإصرارهم على تقديم عرض طيب أمام بطل تونس غدا إن شاء الله وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في انطلاقة مشواره بدور المجموعات وقطع خطوة مهمة في رحلة الوصول إلى الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأستاذ سفيان الوردي أو كابتن سفيان الوردي أيا كان، الأستاذ سفيان الوردي ده اللي كرم رمضان وزي ما حضراتكم شفتوه دلوقتي في مران النادي الأهلي وهو مرافق للنادي الأهلي يعني خطوة بخطوة زي ما قال امبارح لتذليل كل العقبات أيضا. شكرا جدا لحضرتك. سعد سمير جاله دور برد. من أعمالك يا سعد، من أعمالك، بنشوف الفيديوهات اللي بتعملها في الناس أكيد يعني واحد كده يروح قايل إيه حتى يجيلك برد يعني. سعد سمير نجم النادي الأهلي البرد بيمنعه من المشاركة في مران الغائبين في لقاء أو عن لقاء النجم الساحلي. سعد سمير معاه صلاح محسن، عمار حمدي، حسين السيد، كمان صالح جمعة، لكن صالح جمعة أدى جلسة مران في الجيم تحت إشراف الدكتور أو الكابتن طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي الأهلي. أما صلاح محسن وعمار حمدي حسين السيد كان المفروض يبقى معاهم سعد سمير، خاضوا مران الغائبون عن مباراة النجم الساحلي. هيبقى معانا كريم ولا الموضوع صعب يا جماعة؟ صعب. طيب هنحاول نجيب لكم كريم مرة تانية إن شاء الله، لكن يعني انتوا عارفين بروتوكول في النادي الاهلي وعارفين ان يعني كل حاجه ماشيه بالثانيه زي ما بيقولوا. هم دلوقتي في الطريق
لملعب مران الفريق استاد رادس. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ان شاء الله اول ما ينزلوا هيكون معانا على التليفون كريم احمد، نحاول نجيبه عشان نطمنكم حصريا على بعثه النادي الاهلي وعلى مران النادي الاهلي. دي كانت كل اخبارنا ومعظم اخبارنا. بعد الفاصل هيكون معايا النجم الكبير الكابتن محمود صالح نجم النادي الاهلي بعد الفاصل. حضراتكم من جديد رئيس لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي ونجم مصر ونجم النادي الاهلي الدكتور محمود صالح في ضيافه الاهلي الليله. منور الدنيا الله يخليك يا كابتن. مع ان انا احب اقول لك يا كابتن بس دكتور بقى عشان تعبنا فعلا عشان ناخد لقب الدكتور. برضه في وسط الاحداث يعني كابتن محمود صالح حبيب الاهلاويه كابتن. طبعا فاسمح لي اقول لك يا كابتن لكن دكتور طبعا محفوظ. طبعا زي ما تحب. منور الدنيا الله يخليك يا كابتن. طمنا الاول على اللجنه وطمنا على الدنيا عند حضرتك الاول وبعدين نشتغل بقى ودايما هو دايما الواحد بيبقى يعني عنده طموح اكتر يعني مش عاجبه شغله يعني ده احساس بحاجه صحيه. طبعا بس هي بتمثل ضغط عليك يعني انت ممكن توصل للهدف اللي انت حاطه يعني بتبقى مرتاح بس انت عايز اللي جاي بتفكر في اللي جاي. هي سلسله ما بتوقفش. هو الانسان الناجح كده يا كابتن هو الطموح الناس كده الطموح دايما ضاغط عليه يعني في ناس في او اشخاص بقى ليها هدف بتحققه شكرا لكن في اشخاص بقى اللي هو اللي بيفرقه طبعا بيروح الهدف هو برضه عايز يوصل لبعد كده بعد كده لان هي مش ملهاش نهايه ملوش سقف ملهاش نهايه فهي شغلانه صعبه بس انا دايما اقول لنفسي انت مقصر شويه انا ضغط على نفسي شو ما اعرفش بس دي طبعا كل التحيه والتقدير لحضرتك بس هي اوكي ماشي بس يعني برضو لها جوانب سلبيه اكيد طبعا اكيد بس جوانبها الايجابيه حلوه طبعا 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 يعني هو موضوع برضو خلي بالك كبير طبعا موضوع كبير طبعا لكن حضرتك بتتكلم في مؤسسه بحجم النادي الاهلي بتتكلم في اسم كبير بحجم الدكتور محمود صالح الله يخليك فاكيد الاثنين عايزين طموحات ما لهاش سقف زي ما حضرتك مفروض ضغط نفسي كبير جدا وشغل اكتر من 24 ساعه كمان طبعا لكن في الاخر بتكون انت مبسوط طبعا والله انا ساعات بقى يعني انام واصحى بدري قوي وافكر في حاجه معينه ما اعرفش انا يعني مش اكيد يعني هي الشغلانه كده المهنه دي صعبه اللي هي ما لهاش حدود يعني انت مش موظف بتروح تأدي شغلك وبتروح صح خلاص انت تفكيرك كله منتهي وخلاص عملت الشغل المطلوب منك انما دي العمل فيها والتفكير متواصل كل اللي شغالين في الكوره كده مش كل بس او الحاجات اللي فيها مميز يعني اللي هي فيها مميزين اللي هي فيها عايز اقول فيها موهبه تمام يعني ابداع بالظبط يعني الممثل اكيد ما بينامش يعني المبدع المبدع الابداع في يعني انا كنت زمان او لحد دلوقتي يعني تقريبا عمري ما اتفرجت على نفسي كان طالع الفيديو والناس تقول لك اتفرجت على الماتش ما بتفرجش خالص انا بقيت اتفرج بعد ما بطلت كوره فاحيانا كنت اسمع بعض الفنانين يقول لك انا ما بتفرجش على نفسي عملت مسلسل ولا انا ما اتفرجتش على نفسي فالناس تستعجب بس انا فاهمها لان هو اداؤه مش هيعجبه وانا ادائي مش هيعجبني بالظبط لان انت دايما عايز بالظبط الاحسن وكانت ناس تقول لك انت كويس وانا بحس ان انا مش كويس والافضل عمرك ما توصل له طول ما انت عندك طموح يعني انت بتبقى حاسس انك عادي لعبت مباراه من وجهه نظرك انت مش من وجهه نظر الاخرين ممكن بالزبط. الاخرين يقول لك ده انت قاسي على حكمك على نفسك بالزبط. بيبقى فيه قسوه يعني بالظبط السؤال اللي انا دايما بساله لنفسي يا كابتن محمود لما بروح اشوف مواهب النادي الاهلي مواهب نادي الزمالك مواهب نادي انبي المقاولين الانديه الكبيره اللي بيروحوا لها الناس بشوف اعداد كبيره جدا اختاروها بالفعل وبنقول ده مواهب مش طبيعيه ربنا حاطط فيهم الكوره وزي ما بنقول كده بالبلدي هم في بطون امهاتهم بعد كده المواهب دي بتبدا تختفي تدريجيا ده السؤال اللي دايما بساله لنفسي ليه هو الاجابه واضحه هو انت عندك لعيب موهوب وبيبشر يعني في تنبؤ ان هو ان شاء الله يبقى كويس ويقدر يكمل في الفريق الاول وممكن يبقى منتخب مصر كمان. ما هو في عوامل بتاثر عليه البيئه اللي حواليه التدريب
والاسره دول اقرب اتنين لي، يعني لازم يكون في اهتمام بالاتنين وفي تعاون بالاتنين، خصوصا كل ما اللاعب سنه صغير بيبقى محتاج رعايه معينه. تمام. فاعتقد عن السنوات اللي فاتت، عن الاجيال اللي فاتت، في خلل في التدريب، بيئه التدريبيه في خلل طبعا، في خلل. انا شايف المدربين اللي دربونا واحنا كنا محظوظين عندهم اخلاص في الشغل اكتر مننا. بحسب نفسي مع دي حقيقة. بقى انا طبعًا. يعني بحيي حضرتك على الصراحه. طبعا، وبدون مقابل وبمرتب ضعيف جدا وبدون اي امكانيات، وبيعامل اللعيب كانه ابنه. ودايما انا اقول اللي هقوله دلوقتي يمكن قلته اكتر من مره، الله يرحمه عم جمعه سرحان كان اداري لوحده في الكوره، عارف، مسك الفرق كلها في قطاع الناشئين لوحده. ويجي الصبح ويمشي 10 بالليل ولا حاجه. كان علاء ميهوب من الحوامديه كان يروح يمشي يوصله الجيزه ويركبه وهو ساكن في عين شمس، ويرجع تاني المشوار ده كله بدون ما حد يكلفه هو، بس يعني عنده ضمير وخايف على الولد اللي هو بقى كابتن علاء ميهوب بعد كده. وده يمكن لولا عم جمعه مثلا ممكن علاء ما كانش يكمل. صح صح، ممكن يعني ما يكونش معاه حق المواصلات مثلا. صح. ممكن ابوه يقول له لا، او يتوه سنه صغير، بيتكلم ممكن يكون عنده 10 12 سنه، فبقى بكلمك في وقت وسنه صغير، لو ما لقاش الرعايه والاهتمام بيه في البيئه الرياضيه بهذا الشكل ممكن. وخد عندك كتير كتير. انا الكابتن احمد ماهر كان في مسؤول عايز يمشيني، ما يدنيش في قطاع الناشئين، قال له لا ده لعيب كويس لازم يكمل. لو ما فيش التصميم والاصرار والاخلاص هيكبر دماغه. اتحدى لو جه مدير مثلا قطاع ناشئين وفي حوار مع مدرب من المدربين وقال له اللعيب ده ما يتقعدش، هيقول له خلاص انت عايز مش عايز تقعد ما تقعدوش، مش هيبقى فيه الاصرار ان هو يقف، يقول له لا هيتقعد هيتقعد، يعني قال له هيتقعد، قال له عندنا فلان وفلان وبتاع ما اعرفش لعبه، قال له ده كويس وهيكمل، قال له لا. حصل مشكله كبيره يعني، انما صمم. هل في حد ممكن يبقى عنده الروح دي دلوقتي؟ صعب قوي صعب قوي صعب قوي صعب صعب. انها لا، الاجواء اختلفت. طب ليه يا كابتن سؤال برضو بطرحه لحضرتك، يعني ليه الانديه اللي عندها امكانيات، دجله كان قبل كده عمل اللي هو مجموعه الناشئين وخدهم اكيد حضرتك عارف المعسكر بتاعهم اللي في عين السخنه، بس هو كان شغال بحاله فرديه شويه، يعني مش بحجم نادي، هو عايز يسوق لعيبه في اوروبا ومش عارف. لكن انا بتكلم مثلا احنا كنادي اهلي مثلا، ليه ما نشوفش لعيبه، اللعيبه اللي احنا بنقول عليهم مثلا اللي هم الثمان سنين والتسع سنين والعشر سنين شايفين متوسمين فيهم ان دي اللعيبه ربنا خلقهم كده لعيبه كوره، ليه ما نحطهمش في زي معسكرات ونبدا ان احنا نعلمهم ونربيهم يعني يبقوا معانا طول معظم الحياه. تقول نعلمهم بالظبط، هي المهم العنصر الاهم في المنظومه دي هو المدرب. لو المدرب امكانياته الفنيه صح والاخلاقيه صح اقل من المطلوب من الطموح اللي هم عايزين يحققوه، حتى لو وفرت له كل الامكانيات صح. انما انا ممكن مدرب كانت الفنيه كويسه عنده ضمير وعنده اخلاق وبيشتغل مع مجموعه في ملعب خماسي في مركز شباب بدون اي امكانيات ممكن يطلع لعيبه صح كويس. دي حقيقه. تمام. هو محمد صلاح في بدايته اكيد الناس دي كان عندها ضمير، هو موهوب وفرض نفسه، بس كان ممكن يختفي او كان ممكن ما ينجحش النجاح ده، او ممكن ما يبقاش في رعايه ان هو شوف يعني من هو صغير عارف يعني ايه كوره ويعني ايه بعد كده احتراف وازاي يهتم بنفسه وازاي يبقى عنده طموح ويبقى ملتزم و و و اكيد هو شخصيته مع شخصيه المدرب مع البيئه في البيت ابوه وامه ووالده واخوه الكبير، لو ما اهتموش بيه ما كانش هيطلع محمد صلاح. فهي المنظومه دي اهم حاجه في المدرب. ممكن وادي دجله زي ما حضرتك بتقول حط امكانيات ماديه وملاعب ولبس وادوات بس المدرب ده ايه؟ هو المدرب اهم حاجه. زي المعلم، انت ممكن صغار علينا، انما احنا نفتكر المعلمين الاخلاص. حتى المدرس كان مخلص جدا في شغله. النهارده كل تفكير المدرس ان هو عايز ظروف ماديه وبتاعه ودروس خصوصيه، وما بيخش الفصل ما بيشرحش الا ما رحم رب عشان ما ظلمش الناس كلها. اكيد اكيد. فالعنصر هنا المعلم، وهو المدرب هو دور المعلم برضه في العمليات التعليميه. تمام. ده لازم يكون اختياره بعنايه. دي الاهم، دي الاهم، وبعد كده نبني عليه اي حاجه. الامكانيات ضعيفه تتحسن مع مرور الوقت اوكي، بس الاساس والعمود الفقري هو المدرب. الاساس هو المدرب طبعا.
انت مش عملت التجربه دي مرت بيها اكيد طبعا 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 اه طبعا طبعا. وطول عمري انا طول عمري زي ما حضرتك بتقول كده انا مؤمن جدا المدرب هو اساس الكوره اساس الكوره طبعا. انا لو ما كانش صادف في طريق الله يرحمه الكابتن احمد ما كنتش هلعب كوره. انا رحت عندي 20 سنه او انا اكتر 19 ونص كده وبعد قال لي بص ممكن قلت الكلام ده قبل كده لو انت انت هتبقى عندي السنه الجايه السنه السنه دي لو رحت المدرب ده هيمشيك يا ابني بقى انت اقعد معايا وانا هعيدك السنه الجايه وهو مش موجود كل مستحيل العب كوره صح. انا كنت بخاف اروح اختبارات النادي الاهلي بحس انهم احسن مني عمري ما رحت اختبارات للنادي الاهلي انما جه كان الكابتن عماشه كان معاه في الجيش صدفه كابتن كان ظابط في قوات الجويه الكابتن احمد ماهر وقال له ده في لعيب هو اقتنع بيا قال لي هيبقى كويس هو برده امكانياته يعني خبرته كابتن عماشه اللي في انبي عندنا في بالظبط اه دلوقتي حاليا مس عليه يعني لو بسمع هو كابتن عماشه ما شاء الله عليه يعني لا ما هو كان عم هو بيشوف مخلص بيشوف لا كمان بيشوف اللي حضرتك مش شايفه في الكوره في اللعيب بالظبط يعني يقول لك اللعيب ده ممكن اللعيب يبقى وحش قوي بس انا احتاج انا محتاج كبير لسه لغايه دلوقتي فعليا يعني فيقول اللعيب ده كويس جدا يا كابتن ده ما بعرفش يلعب يقول لي بس اصبر عليه يبقى احسن لعيب عندك في الفرقه بجد دي حقيقه يا كابتن طبعا هو بيبقى لا راجل يعني عنده خبرات خد بالك المخلص في الشغل بيتعلم انت النهارده لو جيت كلمت ساعات بيسال حوار بينك وبين عامل اوضه اللبس اللي بيحب النادي ومخلص بيكلمك صح في الكوره من كتر اخلاصه وحبه للعبه وحبه للنادي تلاقيه بيتكلم بيتعلم صح. مش كده ولا ايه؟ زمان كان في عمال في اوضه اللبس بيدربوا اللي جواه يعني عم فاروق وعم حنبله كانوا بيدربوا بقى عنده خبره ايوه صح حتى في يعني بيتطور لانه عنده اخلاص وبيحب النادي ومتابع واللعيبه وبيحب اللعيبه تبص قدراته الفنيه تطورت كانه مدرب أيوة. ما شاء الله ورايه اخواتنا العمال اللي في النادي لما تيجي تلعبهم الفولي بول في اوضه اللبس بيكسبون لا حتى ما بقول رايه في اللاعب وفي الاداء في الملعب تلاقيه بيفكر كويس أيوة بيفكر صح بالظبط صح اي واحد متواجد في بيئه ومخلص لها هيتعلم منها كويس انا بتفق معاك مليون في الميه مليون في الميه طب ازاي نستغل بقى اخدك على حته المنتخب الاولمبي ازاي نستغل ونحافظ على ولادنا تحت 23 سنه اللي ظهروا بمظهر رجولي وبطولي عايزين بس شويه يعني كده ايه تلميع كمان في الفنيات ان شاء الله كابتن شوقي غريب يشتغل عليهم ويبقوا حاجه تكسر الدنيا ازاي نستغلهم ونحافظ عليهم وايه ابرز النتائج اللي حضرتك طلعت بيها ككابتن محمود صالح من هذا المنتخب هو طبعا طبعا المنتخب انا فاجئت الحقيقه بالمستوى وتطور بعض اللاعبين كلنا كابتن كلنا بلا استثناء الا من رحم ربي برضو كله كان بيجي يقعد قدامي هنا متخوف ومرعوب قبل البطوله ان احنا ممكن ما نطلعش الدور الثاني وهذا يحصل طبعا الجهاز الفني أكيد. والجهاز الطبي والجهاز الاداري بيقدر كابتن شوقي غريب طبعا ما فيش شك تطور ملحوظ الحقيقه في الاداء الفردي والاداء الجماعي والالتزام والروح طبعا دي نقط مهمه انت ممكن تكون مهما تاكل من كاتك الفنيه والخططيه وحتى البدنيه انما ما فيش الاعداد النفسي ده مهم جدا والذهني مهم جدا ده شغل مدرب برضه طبعا تمام طبعا الثقه اللي بتتولد بين المدرب والجهاز الفني كله واللاعبين دي نقطه مهمه وانت حضرتك انت لو مريت بالتجارب بتاعتك كنت في متفوق او حققت نجاحات لو ما كانش موجود الثقه بين المدرب واللعيبه دي نقطه يعني مهمه جدا ده اهم حاجه في عوامل النجاح تخلي كل حاجه بتتطور وتلاقي اللعيب بيدي افضل مستوى ممكن من امكانياته وقدراته صح او يعني برضو كمل كلام حضرتك او ما يبقاش في العلاقه دي لكن انت عندك لعيب عندك سمات فرديه مختلفه تماما انت بتحدى اي حاجه وعايز تنجح لو حتى تنحت في الصخر زي ما بيقول كنت هكمل نفس الكلام تمام. اللي هو عند الفرد عند بالزبط. الشخص عند اللاعب لازم يكون عنده طموح وعنده اصرار والاخر عايز يحقق نجاحاته بيحب ناديه بيحب بلده وعارف قد ايه المسؤوليه انه بيلعب على بطوله باسم مصر بيمثل فوق ال 100 مليون واحد فدي طبعا لازم دي تكون مع دي بس اللي بيقود برضه هو المدرب اكيد انا ممكن اعمل احباط للاعيبه مهمين اكيد وممكن انا اطور في الاداء بشكل كويس وممكن اللعيب اللي اداؤه 4 من 10 ممكن اخليه 7 و8 من 10 بالبرامج التدريبيه والفورمه بقى الرياضيه اللي هو كل حاجه بقى بدني وفني وخططي او يعني والجوانب النفسيه والذهنيه دي اكيد احيانا بعض المدربين بيغفلوا الجزء النفسي والبدني انا فاكر يعني جت في ذهني دلوقتي دون ريفي ده كان مدرب منتخب انجلترا وجه دربنا في 84 تمام تعرف يعني مدرب انجلترا يعني حاجه كبيره قوي كان اهم حاجه يهتم بالناس المصابه ويجي بدري ويهتم يعني
في عنده قدره يعني الحياه ازاي يتعامل. فالجهاز الفني مفيش شك نجح في كده، ومفيش شك الاتحاد السابق برضو وفر له مباريات كتيره ومعسكرات كتيره بحيث يقدر المدرب يعمل الانسجام والتفاهم والثقه بينه وبين اللعيبه واللعيبه وبعضها، والمشاكل الفنيه عند اللعيبه يقدر يحلها لان هو في معايشه بينهم فترات طويله. المنتخب ده متقال بيتجمع من 20 شهر فات، برضو كويس يعني ادى فرصه. هو المنتخب ده كبير في السن، ف التكوينه او تجمعه او تعيين الجهاز الفني ليه وبقيه الاجهزه مش عارف في السن الصغير التباين بقى بيظهر. تمام. يعني منتخبات بقى اللي هي 15 سنه وسط مع اكتمال النواحي البدنيه التباين الاختلاف بين اللعيبه ومستوياتها وبعضها هتلاقي كل شهر بتلاقيك بتغير الفرق. تمام. انما مع السن الكبير انت اخذتهم 21 سنه فهو حصل استقرار تقريبا في المستوى والامكانيات البدنيه، يعني الجزء البدني اللي هو من سنه صغير اكتمال بدني كبير بالظبط. فدي ساعدت كتير قوي يعني اللي بيمر المرحله دي بيبقى حظه كويس. كل بنتكلم على مستوى المنتخبات. تمام. في النادي بيبقى اللعيبه مجموعه معاك هي اللي بتطلع بيها يعني ما فيهاش تغيير، انما المنتخب انت عندك مستوى الانتقاء على عدد كبير جدا الافات كبيره جدا انت بالظبط، ففي تفاوت هتلاقي كل شهر كل شهرين الباك رايت بيمشي وبيجي واحد غيره وراس المرمى تلاقي واحد ظهر اكتملت عنده سابق زميله النواحي الوراثيه بقى وحاجات فرص اختيار كتير قوي. فتلاقي دايما انما ده في استقرار. فالمدرب اللي بياخد السن واحد بيبدا من 21 وهيلعب بعد سنتين المسابقه مثلا او بعد سنه ونص بيبقى محظوظ، هي المشكله في السن الصغير. فده المنتخب ده في نوع من الاستقرار يعني مش هتلاقي فيه تغيير كبير جدا بنسبه ضئيله جدا تغيير في مستوى الافراد. فادى فرصه كبيره لان هم يجمعوا ازاي يجرب اللاعبين ويحفظ امكانيات كل لاعب. يعني انا انبهرت بمستوى احمد رمضان بكر، انا كنت متابعه في النادي الاهلي ما كانش ب 40 50% من هذا المستوى، وكنت شايف هو بيلعب في الخط الوسط امكانياته الفنيه افضل من البدنيه، ما كنتش حاسس ان لا لعب سيرد باك وقد مش ايه ده حصل لي إيه؟ عشان انا اعرفه كويس يمكن في لعيبه ما كنتش متابع مستواه. حضرتك عارف يا كابتن برضه هو لما يلاقي الفرصه ويلاقي المدرب اهتمام، اصل انت عندك في النادي الاهلي ما شاء الله ممكن، لكن انت عندك المنتخب الاولمبي هو بينتقي بقى اسماء وبيركز عليها زي ما حضرتك بتقول الجانب النفسي بالظبط، اللي هو بيقول له خلاص انت اللعيب الاساسي بتاعي، فالولد بيلاقي يعني بينفجر اصلا هو طبعًا. بيطلع كل اللي عنده طبعا طبعا حصلت له طفره في المستوى. اتمنى اهم حاجه الاستمراريه. تمام. نرجع نقول محافظه بقى على هذا المنتخب لازم يكون في تعاون. حتى ممكن كنت بتكلم مع استاذ خالد اتريبي والاستاذ محمد سعيد قبل ما نطلع الهواء نتكلم في النقطه دي الحقيقه، الاستاذ محمد القوصي ما ازاي نحافظ على الولاد. تمام. لازم يكون في تعاون طبعا بين الاتحاد وبين اعتقد لازم يكون برضو في دور لوزاره الشباب. اللعيبه المميزه دول لازم يوفر لهم افضل جو. اللعيب ممكن يكون عنده مشاكل في النواحي الاجتماعيه في حاجات كتيره، في مشاكل في الدراسه، في مشاكل، نحاول بقدر الامكان المسؤوليه مش مسؤوليه نادي طالما اللعيب وصل ان هو يبقى لعيب دولي ويمثل مصر على المستوى الدولي بهذا الابهار في المستوى، لا احنا لازم نحافظ عليه. احنا مقصرين جدا يا كابتن محمد طبعا، هاللعيب يرجع من دي ونتنسى بنهتم بس بالفيرست تيم كل الاهتمام، والمفروض بالزبط. العكس بالزبط. تماما، لان انت زي الشجره انت بتشوف ثمار في الاخر، الثمار دي جايه من الجذور، لو انت ما كنتش اهتميت بالجذور مش هتلاقي الثمار. احنا بنهتم دلوقتي بالثمار وسايبين الشجره عماله بص لغايه لما انا خايف ان احنا بعد كده ما نلاقيش اساسا بالظبط لعيبه. لازم ده يمشي بالتوازي، انت بتهتم بالفريق الاول وبرضه القطاعات الناشئين. سواء اهتمامك بالقطاع الناشئين يا كابتن محمود الثمره بتاعته في الاخر كده كده هتاخدها طبعا، لان هي خلاص انت بتهتم بيه لغايه لما توصله وتبدا تهتم تاني لغايه لما توصل. لكن اهتمامنا بصراحه يكاد يكون معدوم دلوقتي على اللي انا بشوفه. بس في كل الوجوه لازم نهتم بكل في كل الوجوه اكيد. يعني نرجع نقول الموضوع مش تدريب بس، حاجات كتير جدا مرتبطه بيه، ويبقى في تعاون يا ريت بين الوزاره زي ما الوزاره بتهتم مثلا بالالعاب الفرديه، لعيب بيلعب ناشئ في رفع الاثقال مثلا، هي بتتابعه ولا ما بتتابعوش؟ بتتابعه اكيد وبتدعمه وبتدي له بدل التغذيه و و والاخره، وبتجمعهم وتطلعهم معسكرات. نفس الفكره تكون موجوده مع الكوره، ما بقاش انا تفكير ان هو يرجع من ناديه والاهتمام، طب ما في لعيبه منهم بتلعب مثلا في انديه صغيره الاهتمام هيقل، او مستوى المدربين عندهم المستوى الفني المدربين قليل برضو هتلاقي مستوى في هبوط. لازم اتابع، لازم يبقى في متابعه، يتحط خطه برضو مستقبليه للمجموعه دي والمجموعه الاقل برضو فالاقل تمشي يعني بالتدرج. هنلاقي طول عمرنا عندنا
على مستوى المنتخب الاولمبي فيه لعيبه كويسين وصلوا مرحله كويسه وبرضه يعني احنا دلوقتي عندنا مشاكل في الفريق الاول في مراكز كتير. انا عشان كده بقول لحضرتك الاهتمام تحت هتلاقي وفره لازم النادي مع الوزاره اصلا بيجي لك مواهب اساسا ربنا جايبها لك لغايه طبعًا عندك طبعًا انت بس اهتم بيها طبعا تحط لك خطط كويسه بالزبط. واعداد قصير المدى بالزبط. مش عارف طويل المدى وتقدر تتابع وتقدر الاهتمام اللي بيشرف عليهم ده اهم حاجه طبعا تعالى اكيد هنرجع للموضوع ده تاني بس تعالى ندخل في اجواء مباراه النادي الاهلي بكره ان شاء الله لان اكيد الجماهير مستنيه حضرتك تتكلم في هذه المباراه. طيب تعالى ناخد كريم احمد من تونس يتكلمنا ويطمنا على تدريب الفريق. زميل العزيز كريم احمد مساء الفل عليك يا كريم. كابتن ميدو كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. وحشنا جدا يا كريم والله. والله يا حبيبي يا كابتن ميدو وانت الاجواء هنا يعني جميله جدا ان شاء الله. طمنا بقى طمنا وطمن جماهير النادي الاهلي على مران الفريق وطمنا بقى زي ما متعودين منك على كل كبيره وصغيره. الحقيقه في ميدو يعني حاله التركيز الكبيره اللي بناكد عليها كل مره اللي احنا بنشوفها في لعيبه النادي الاهلي مدينا ثقه كبيره وبنحب نهيل على طول من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي لجمهورنا. تمام. وهدف للعيبه وهدف للجهاز الفني هي البطوله الافريقيه خطوه خطوه ان شاء الله باذن الله. اكيد. مباراه مهمه جدا مباراه النجم. بتكلم مع كابتن سيد مستر نيني بايلر قال من اهم الامور اللي انا سعيد بيها جدا ان النادي الاهلي او اللعيبه فصلت بشكل كبير جدا بين المباراتين مباراه الجونه ومباراه النجم الساحلي وده كان النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي في مباراه الجونه وايضا كمان الاداء المميز. اللحظات اللي انا بكلمك فيها كابتن نيني احنا في استاد رابط متواجدين في استاد رابط لبدايه المؤتمر الصحفي بحضور الكابتن حسام عاشور كابتن فريق النادي الاهلي ومستر رينيه بايلر مؤتمرنا الساعه 7:30 بتوقيت تونس تدريب النادي الاهلي الاخير على استاد رابط ان شاء الله يكون خلال نص ساعه يعني الساعه 8 مساء بتوقيت تونس 9 مساء بتوقيت القاهره. لسه طبعا التدريب ما بداش لكن النهارده كان في امور كثيره جدا زياره طبعا كابتن انيس البلدان لمعسكر فريق النادي الاهلي الحقيقه يمكن كابتن انيس بالتحديد داعم ودائم كبير جدا للاعبين في كل المباريات طبعا النادي الاهلي بيكون متواجد في تونس بيحرص بشكل كبير جدا انه يكون متواجد. النهارده كان في جلسه جامعته مع كابتن سيد وكابتن احمد فتحي اطمن عليهم احاديث طبعا ثنائيه عن النجم وعن الامور وعن المستوى الفني ليهم دي كلامين طبعا كلمات كابتن انيس مع الجهاز الفني او كابتن سيد عبد الحفيظ بالتحديد ثم انيس الشعلالي انيس الشعلالي ايضا كمان خاصة الرحمن السابق للنادي الاهلي كان متواجد بيطمن اجواء كلها الحمد لله طيبه جدا الكل بيشيد بمعسكر فريق النادي الاهلي الكل بيشيد ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكون على قدر المسؤوليه ان شاء الله يكون موفق في المباراه. الجو صعب بس شويه كابتن ميدو جو ساعة شويه هنا درجه الحراره بتوصل ل 10 و9 لكن يعني ان شاء الله بنتمنى يوم الجمعه الامور كلها تكون مهيئه الجو يكون مهيئ بجانب كل هذه الامور الحمد لله يعني ان شاء الله باذن الله اللعيبه مع الحاله اللي احنا فيها دي تكون موفقه باذن الله. النقطه المهمه هي رامي ربيعه كابتن ميدو اكيد كنت اسالك عليه رامي ربيعه طبعا تمام رامي ربيعه كل يعني كل الناس بتساعد بشكل كبير وقالت اصابه كبيره ورامي ربيعه مش هيلحق المباراه النهارده اتكلمنا من رامي شخصيا ومن طبيب النادي الاهلي خالد محمود هيشارك باذن الله النهارده في المباراه هي كدمه كانت قويه شويه لكن الكدمه جت نتيجه الحماس اللي احنا شايفينه مروان مع مروان مع رامي ربيعه في كره مشتركه في التدريب الان يعني فرقة رامي كانت عالية شوية لكن بإحساسه بالكدمة كانت قوية لكن مجرد إن هو رجع على الفندق وكان فيه ثلج مباشرة وإن شاء الله النهارده في اختبار طبي بسيط لكن على الفطار النهارده أو على الغداء النهارده كان واضح إن رامي جاهز إن شاء الله للتدريب ومنها بإذن الله رؤية مستر ريني بايلر بتكلم طبعا من ساعة وأكثر من ساعة في محمد هاني متواجد في ياسر إبراهيم متواجد الكل جاهز لكن رامي ربيعة إن شاء الله بإذن الله يكون متواجد النهارده في التدريب الحمد لله يعني مفيش مشاكل الحمد لله لا الامور الحمد لله ماشيه يعني بشكل مميز يدينا زي ما بقول لك استاد رابط فيه اهتمام اعلامي كبير جدا لوجود النادي الاهلي واهميه تدريب المباراه في اكثر من نقطه يمكن جاي بتكلم مع اللعيبه فيها هو ان احنا ما نستاهلش ان النادي النجم الساحلي بيلعب في رابط مش هيجي له جمهور العدد هيبقى قليل دي فرصه لينا كل الامور دي الجهاز الفني اكد على اللاعبين ان احنا ما نركزش في الامور دي ما نبنيش عليها نبني فقط ان احنا عندنا هدف ان احنا نرجع من تونس بنتيجه ايجابيه ان شاء الله الجمهور هيكون متواجد جمهور النادي الاهلي قله العدد قليل 500 مشجع يكونوا متواجدين بالتنسيق مع السفاره مع السفير نبيل حبشي الدكتور محمد مجدي رئيس البعثه ان هو يكون متواجد الجاليه المصريه للنادي الاهلي الدخول بالباسبوره كابتن ميدو فان شاء الله يكون في سهوله ويسر في الدخول والخروج وان شاء الله نفتح كلنا كابتن ميدو يوم الجمعه باذن الله. يا رب يا رب يا كريم. كان فايلر كان اعلن عن ان هيكون التمرين سري او هيحاول يكون التمرين سري فهل دي حقيقه فعلا ولا التمرين مفتوح؟ لا النهارده يعني مع اللوائح الخاصه بالكاف ال 15 دقيقه الاولانيين من التدريب هتكون مفتوحه طبعا لوسائل الاعلام لكن مجرد ال 15 دقيقه هتنتهي الكل هيكون خارج الملعب حتى البعثه الاعلاميه كمان للنادي الاهلي هتكون خارج الملعب لفرض السيطره
تكتك اللي حابب يوم دي مستر مينيو بايلر. التدريبين اللي فاتوا كابتن ميدو طبعا مع الملعب الجامعه الرياضيه المره دي ما قدرش ان هو يطبق التكتك بشكل كبير او يضع اللمسات الاخيره بشكل كبير، لان كان في حركه وفي ملاعب جنبينا برضه شغاله، لكن النهارده هتكون جرعه تدريبيه كبيره كلها تكتك كلها تعليمات. الراجل كان بيأدي قراءه جيده جدا خلال الايام الماضيه، جاب كل المباريات، جاب المباريات الاخيره، نقاط القوه والضعف، مركز هو كمان على الهجمات المرتده، مركز على الكروسات، الفاولات كمان هيبقى ليها دور ان شاء الله في هذه المباراه. لعبتنا فايقه بلغه الكوره، بنتمنى ان شاء الله يستمر الاداء ده باذن الله يوم الجمعه باذن الله يا كابتن مين. يا رب يا كريم. الكابتن محمود الخطيب كان حريص على الاطمئنان على بعثه الفريق كريم من خلال اتصال هاتفي بالدكتور مهند مجدي. دي حقيقه، وده يوميا يا كابتن ميدو اتصال برئيس البعثه الدكتور مهند مجدي. كابتن سيد عبد الحفيظ بيطمئن يوميا على الامور ماشيه ازاي مع اللعيبه، في اي معطلات بتقابل اللعيبه، بينسق كمان كابتن بيبو واتصل بمعالي السفير نبيل الحبشي اللي باكد على دوره الكبير جدا، ان الراجل بيزلل لنا كل الصعاب اللي متواجده. الحمد لله ما فيش صعاب، لكن في حاجات امور ترتيبيه وتنظيميه بتفرق اكيد مع النادي الاهلي. كل الامور دي الحمد لله بالتنسيق مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره ومعالي السفير والكابتن سيد عبد الحفيظ، كل الامور الحمد لله حتى هذه اللحظه ماشيه بشكل جيد. يوم المباراه هو الاهم بالنسبه للتامين، بالنسبه للتحركات، بالنسبه لدخولنا الملعب. منتظرين ان شاء الله يوم الجمعه تكون زي ما الايام اللي فاتت ماشيه بشكل طيب جدا مع الجانب السمسي. يوم الجمعه ان شاء الله يعني يكمل الدور بتاعه باذن الله ان احنا ندخل الاستاد بدون اي مشاكل. ايوه طيب ماشي. هو الحمد لله ان احنا اطمنا على كل حاجه، ويعني كان في بس سؤال كنت هقول له بالراي هنجيبه تاني ولا خلاص كده يا جماعه؟ ها طيب خلاص تمام، طمنا على كل حاجه الحمد لله. كمان طمنا على سعد سمير، ان شاء الله يكون بكره في المباراه ان كان في التشكيل اللي يعتمد عليه فايلر، لكن الحمد لله طمنا ان هي كدمه ان شاء الله تكون بسيطه وينزل المران رامي ربيع. رامي خد كدمه جامده من مروان، وكان في كده كلام ان هو ممكن ما يلحقش المباراه او يغيب عن المباراه، لكن الحمد لله طمنا كريم ان هو هيشارك في المران. ده هو كلام المراسل مطمئن، انا احساسي انه بيتكلم بثقه. هو كريم ما شاء الله دايما هو مطمئن شخصيا. ما ممكن اكون مش مطمئن واجي اكلمك اقول لك لا الاجواء كويسه لا هتحس بيها. هو بينقل معلومه كريم ما شاء الله عليه يعني بصدق. بالظبط. لا انا مش مركز على ان هو صادق، هو صادق يعني الحمد لله، انا بكلم احساس يعني احنا اطمنا يعني وصل لك احساسه. تمام. مباراه صعبه يا كابتن محمد، هما بقى عندهم الحته دي الناحيه التكتيكيه عندهم عاليه، ممكن يعني يقدر يبقى في مقاومه كويسه الناحيه التكتيكيه، وممكن يستغل نقاط ضعف عندك ممكن. تمام. شايف عندنا نقاط ضعف فين يا كابتن؟ في الصراع التكتيكي. شايف عندنا نقاط ضعف فين؟ لا حاليا في التوقيت لا بالعكس، انا شايف حتى في مواقف كده فرديه في الدفاع، في الوقفه، في وضع الجسم التشريحي، في التغطيه، لا اتحسنت كتير. اه طبعا. هو الراجل ده بصراحه بيهتم بكل انت حاجة. بتشوف رؤيه غير المشاهد يعني. انت شغال في المهنه اكيد، بتيجي هجمه على النادي الاهلي انا ببص بقى في الكادر بقى. اكيد عايز اكلم اللعيب ده يعني كانه في تمرين كويس. شمالك يمينك، قرب شويه المسافه، بص الناحيه العكسيه ممكن حد يجي يبقى جاي بيتحرك في منطقه فاضيه، بكلم نفسي ساعات يعني. لا اتحسنت كتير انا بحس. انا بكلمها على سيرة التمرين فيها يا كابتن، انا اول مره اسال السؤال ده، واول مره فعلا ابقى اتاكد ان فايلر فعلا بيحرص على سيرة التمرين في ايه. لما رحنا لعبنا ماتش ودي او لعبنا ماتش افريقيا، كان هو حريص ايا كان بقى، ما كانش فيه وسائل ان احنا نذيع المباراه، ايا كان هو حريص ان المباراه ما تتشافش ايا كان، وفعلا المباراه ما اتذاعتش عشان يحضر للزمالك مفاجاه بتشكيل بلعب جديد، وعمل اللي هو عايزه وكسب، كان متقدم على الزمالك 3-0 اكيد حضرتك فاكر المباراه. بعد كده لعبنا مباراه وديه برده كان حريص ان هي ما تتذاعش، ودايما بيعمل لك مفاجاه في التشكيل او في طريقه اللعب. يعني جونيور اجاي لما شفناه قدام الزمالك فيرويد كلنا استغربنا، صح؟ حضرتك ما استغربتش ان جونيور اجاي؟ طبعا، وباداء عالي بطريقه غير شفنا رمضان طفره في المستوى جداً، مع ان الناس كانت قبل ما نشوفه كلامك بمنتهى الصراحه طفره برضه. شفت رمضان ورمضان جبناه ورمضان مش عارف ايه ورمضان ما ظهرش، دلوقتي الناس بيقولوا الحمد لله ان احنا جبنا رمضان طبعا. الحمد لله ان جونيور اجاي رجع يلعب فيرو تاني، مش عارف حسين الشحات كان برضو الناس بدات تشكك، الحمد لله ان احنا عندنا دلوقتي حسين الشحات. فالمدرب بفكره زي ما حضرتك بتقول انت اهم حد في المنظومه كلها المدرب، لا بيعمل حاجه احنا كلنا بنتفاجئ بيها حتى احنا في المطبخ بتاعه. تمام. يعني لو نرجع شويه بالذاكره فتره تالق مثلا مع مستر مانويل جوزيه، بس امكانيات اللعيبه كانت طاغيه يعني، ليها سبب كبير في النجاح مع امكانيات المدرب طبعا.
ارجع برضه الذاكره ورا شويه، مستر فايسا مررنا ولعبنا معاه موسم 88 89 برضه حصل طفره في اللعيبه. ازاي الطفره دي؟ لو سالت اي لعيب افضل سنه ليك كمستوى على مستوى الفريق كله ممكن يقول لك الموسم بتاع مستر فايسا. تمام. ككوره يعني كمتعه كمتعه هو مستمتع هو كلعيب يعني مستر مانويل جوزيه عشان المستوى. انا عشرته يا كابتن محمود هو شخصيه. هو شخصيه. لا مش بكلم مانويل جوزيه بكلم مع مستر فايز. لا انا عارف انا بقول لك المدرب اللي انا عشرته مستر مانويل جوزيه هو شخصيه نجاحه في شخصيته طبعا مش يعني هو لو في الكوره لا هو في الكوره يعني ممكن نقول انه مدرب متفوق لكن مش اللي هو الطفره طفرته في شخصيته اللي هو بيعرف كابتن محمود في ايه بياخده منك بيعرف ابو تريكه في ايه بياخده منك اسلوب التعامل يعني كلنا بندخل مش عارفين مين اللي هيلعب في ال11 مين اللي هيكون في ال18 فدي شخصيه مثلا هو كان توقيت الرجل المناسب في التوقيت المناسب بالظبط لكن حضرتك بتتكلم على مستر فيتسا عمل طفره طفره مع شوبير طفره مع كابتن ثابت الله يرحمه طفره كلنا فنيا ولا شخصيا ابو ياسين مين اكتر مدرب حضرتك يعني قلت ده مدرب فنياته عاليه قوي حضرتك عشرته انا استثنى مش هنتكلم في حاجه هنتكلم في الاجانب يعني ممكن بالظبط في دون ريفي وفي كالوتشاي وحضرت اخر ما كان بيعاون شويه بيساعده مستر ديكوتي برضو ان هو رشحني الحقيقه وكان دي مفاجاه ان هو يرشحني مفاجاه ليا انا والناس كلها وفي طبعا مستر فايسا وهذول كده ثلاثه وفي مدرب برضو جه اشتغل قبلها لا مش متذكر اسمه حكى مدرب انجليزي برضو كان بيساعده الكابتن انور بس ما كملش الموسم كان مشي والكابتن انور كان تولى المسؤوليه بعد لا افضلهم طبعا فايسا فايسا طبعا طبعا اولا منظم جدا وبيدون كل حاجه بيركز في كل حاجه عامل ملف تقريبا فايل لكل لاعب زين وحاضر ومتابع كل حاجه لا حاجه فايلر قريب من مين فيهم؟ من فايسا طبعا لان الجانب الفني عالي جدا عنه ونفس الاسلوب ونفس الطريقه والطفره في المستوى الفني والاداء التكتيكي للعيبه انا في ذهول بصراحه مش كده في فتره قليله الفتره القليله دي مش ممكن اتمنى يا رب الاستمراريه ان شاء الله اللعيبه تساعده هو واضح ان هو مدرب ممتاز وبشكر طبعا لجنه التخطيط كان موجود الدكتور طه اسماعيل وكابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو وطبعا معاهم الكابتن محمود الخطيب وتم الاختيار ربنا وفقهم طبعا هم اجتهدوا وكان في اخلاص ان هم فعلا يجيبوا مدرب كويس وركزوا كويس مع توفيق ربنا قدروا طبعا يحطوا ايديهم ويرشحوا افضل اعتقد ده كان افضلهم ما اعتقدش في افضل من كده احنا مش ممكن المستوى يرتفع اكتر من كده والله كابتن محمود توفيق ربنا كان كبير جدا فعلا والراجل ده يعني كان كل اللي بيشكك فيه يقول لك اصل ما فيش سي في والراجل عمل ايه في حياته ومش عارف ايه ما احنا جبنا قبل كده سيفيهات في نقاط في السي في بس هي عايزه للاسف انت بتيجي تقرا سي في بتقرا ورق مش متابع يعني انا دربت فرقه ببدا معاهم موسم بقوم المستوى زاد عمل ايه بعد فتره اقدر اقيم المدرب يعني صح انما السي في ده مش مقياس احيانا تبقى مجموعه لاعبين كويسه وانت محتاج زي ما انت قلت كده على المنجز قبل كده تمام بس قبل كده مش اللي بعد كده يعني هي انا ما اقدرش السي في مش مقياس ممكن يكون حقق بطولات اللي حقق بطولات طفره بقى زي مورينيو مثلا مش عارف 25 بطوله طب ما فيش شك ده موضوع تاني انا بتكلم مش بتكلم عن الاستثناءات انا بتكلم تجيب على مدرب مثلا المستوى المتوسط وتبص في السي في بتاعته هتبقى برضه متخوف لان انت مش حاطط ايدك لان ممكن بيدرب فرقه امكانياتها ضعيفه وعمل طفره بس ما حققش نتائج او العكس مدرب معاه امكانيات عاليه جدا وبيدرب فرقه وتوفرت له ظروف كويسه وامكانيات لعيبه كويسه وحقق نتائج كويسه وهو مدرب متوسط مش عالي ما بتبقى انما هم ربنا وفقهم طبعا ما فيش شك وهم اجتهدوا اكيد اكيد اتمنى انا بقى لنا فتره كبيره جدا من ايام مانويل جوزيه ما حسناش الابهار في المستوى ده هو ابهار لا ابهار ما شاء الله كمان انا بقول كنت امبارح بتكلم مع الساده المشاهدين لما بتفرج على ماتش النادي الاهلي وبروح اتفرج على ماتش تاني لا انا بحس ان انا كنت بتفرج على دوري ورحت لدوري تاني بالظبط كانك بسرعه و بالظبط يعني كانك فرقه على مستوى الدوري الانجليزي بالظبط مش عايزين نقول كده عشان الناس لا طفره غير طبيعيه الحقيقه يعني ما نفكرش الناس بالدوري وزي ما قلنا تحسب طبعا المدرب واللعيب برده زي ما انت حضرتك قلت اللي عامل النفس عنده الشخصيه هو لازم يكون متوفر اكيد
دي تتطابق مع ديت والاثنين يمشوا في اتجاه واحد وده اللي بيحقق اللي مدرب مستواه عالي فني ولاعيب مستواه مجموعه لاعبين مستواه الفني عالي والمدرب عنده طموح وطموحه ده يتماشى مع طموح المدرب. انا ممكن المدرب يكون عنده طموح واللاعب ما عندوش طموح النجاح مش هيبقى مكتمل والعكس ممكن انا مدرب انا لعيب عايز احقق وعايز اعمل واخد بطوله والطموح عند المدرب ضعيف مش على نفس المستوى مش اللاعب انا اقصد على مجموعه اللاعبين تلاقي ال ال برضه الهدف مش هيتحقق فلازم الطموح حتى مجلس الاداره والمسؤولين في النادي على المستوى الاداري لازم يكون عندهم نفس الطموح اللي يتناسب صح مع امكانيات اللعيبه وامكانيات النادي وتاريخ النادي. النهارده مش هيجي مثلا نادي مع احترامنا للجميع نادي طنطا يقول لك هنافس على البطوله انما ممكن يقول لك انا هبقى في المنطقه الدافئه او هستمر مش ههبط هستمر في الموسم الجاي صح اوكي ماشي صح. بس هي لازم يكون النقطه المهمه هنا الحاسمه لازم لو جمعنا احنا امكانيات او مستوى الهدف او مستوى الطموح عند اللاعب لازم اديله درجه درجتين زياده عشان اتفضل طب لازم يكون في دايما اقول النقطه دي يكون في تحدي عند انا احقق اللي انا اقدر اعمله ولا احقق اللي ما اقدرش اعمله. لا النهارده بنشوف احنا اللعيبه كمستوى فردي والمستوى الفردي بالطبع بيرفع من مستوى الاداء الجماعي. لا ده اللعيبه لا اللعيبه كان عندها طموح فوق امكانياتها والراجل مدرب اخدهم وحطهم في المنطقه اللي هو عايزها او في المستوى اللي هو عايزه. هو اللعيب اجايبي بيقدم 6/10 لا قال له انا عايز احقق 8.9/10 هو خلاه يحقق كده صح. خلى اللعيب يرتفع بمستواه اصل الموضوع ده اهم حاجه لازم يكون الذهن ده انت مش حتى في اللعب انت بتأدي بذهنك بتفكر وبتأدي بتشوف الموقف بتأدي وبتاخد قرار كل دي عمليه ذهنيه تفرق من واحد بقى ان هو بيستوعب اكتر رد فعل اسرع وفي نقط ثانيه انما هي برضو هي حاجه ذهنيه صح. فهو رفع المستوى الذهني والمستوى النفسي وطموح اللعيبه انه ده مش لا انت لازم تعمل كذا وهتعمل فده الحقيقه يعني انا في ابهار اتمنى الابهار ده يستمر ان شاء الله يا رب واللي هو شاغلنا قوي زي ما حضرتك قلت الابهار ده او الشغل ده كله كان في وقته قليل قوي قليل جدا دي اللي صعبه بالنسبه لي بصراحه هو على فكره الاجواء ان شاء الله عايزين نمسك الخشب بالظبط طبعا الاجواء ممتازه جوه النادي الاهلي مع مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب ومع كل الاجيال صح. من 1907 وفروا كل حاجه يعني اي حد يتمنى ان هو يشتغل في النادي الاهلي بالظبط وما فيش مدرب اجنبي جه غير ما قال كلهم بيبقوا زعلانين جدا وهم ماشيين ما هو بيبان للناس كلها بالظبط انه لا منظومه الحقيقه بتوفر ما بتتدخلش وحاسمه وبتنظم وبتعمل يعني وليها راي انا ممكن انت كمدرب انت يعني ليك متطلبات عشان تشتغل بس لازم اخش معاك في حوار ممكن يكون في اخطاء معينه اكيد دي القدره الكابتن الخطيب موجود على راس مجلس الاداره وعنده مثلا بقى له 50 سنه في الكوره ولا 60 سنه في الكوره ربنا يديله الصحه على مستوى انه بيخش طبعا في حوارات برضه في مساله اقناع لان هو مش هيبقى ماشي في اتجاه سليم 100% في حاجات يعني راجعه للعادات والتقاليد اللي عندنا وتكون الشخصيه عندنا والبيئه اللي عندنا دي بتبقى خافيه على المدرب لا تعالى اوضحها لك انت ماشي في اتجاه انت اتعودت على انك بتدرب لاعب اجنبي في اوروبا لا الموضوع بيختلف فلازم يكون بيتدخل ويكون على قدره فنيه وعلى وعي وعلى خبرات والحمد لله دي متوفره في الاداره عندنا مع التفوق والراجل الاثنين مع بعض اللاعب والجهاز الفني والاداره بيمشوا في اتجاه واحد والحمد لله دي متوفره في النادي الاهلي. انا اشتغلت في انديه ثانيه غير النادي الاهلي يعني في فرق طبعا في فرق طبعا في شك وكان في تمايز انا اشتغلت كان محظوظ ان انا اشتغلت في انبي واشتغلت بالجوب بس كان موجود بقى طبعا اعضاء مجلس اداره كان المهندس هاني ضاحي موجود رئيس مجلس اداره والمهندس عيد فخري كان في انبي وبعد كده جه المهندس وبقى راسهم طبعا سياده الوزير سامح فهمي كان ناس كان عندها وعي الحقيقه واداره كانت ممتازه مفيش شك في الناديين والاجواء كانت ممتازه انما النادي الاهلي طبعا دول يمكن اشتغلت في اماكن ثانيه لا الموضوع مختلف تماما. قابلت ازاي طلب فايلر ان هو يقفل ملعب التتش؟ هي الناس حقيقه تتفرج على التدريب ناس احيانا يعني هو لازم يكون متوفر انه يبقى في مدرج الاداره يخشوا المدرج ويتفرجوا خصوصا لو واحد انا عايز اتفرج على التدريب انا راجل عاجبني وعايز اتابع ماشي كراجل فني كشغال في النادي
انما هو الناس متخيله، بس انا عارفه ان وجهه نظري واعتقد سليمه، يعني ان شاء الله تكون سليم. هو الناس متخيله ان هو بيقفل عشان سريه، بس ما مش سريه ولا حاجه. الماتشات مذاعه في النادي الاهلي، والاداء ومستوى اللاعبين وامكانياتهم والناحيه الخططيه، طب ما انت تشوف وتدرس النادي الاهلي، ايه المشكله؟ يعني دي سهله، اللي عايز يتابع او نادي منافس، او هو ما بيبصش لكده، هو بيبص لتركيز اللاعب. انا عايز اعزلك، لان في النادي الاهلي الناس بتقف على السور، وفي كافيتيريا الناحيه دي وكافيتيريا الناحيه دي، مفيش استقلاليه. المستوى يعني بينه وبين بينه وبين الملعب 5 متر، وتلاقي واحد بيشرب شاي وقاعد مسترخي انا شايف لا يقفل اللعيب، لازم يكون مركز. انا مبسوط ان هو عمل كده. هو مش قاصد ان هو عزله او تمرين سري، لا، هو عايز اللعيب يبقى في اجواء انها تركز، يبقى افصله عن البيئه اللي بره دي. انا لو في ناس بتتكلم وناس قاعده في استرخاء وبيشربوا شاي وقهوه وحاجه ساقعه وصوتهم ممكن اكون سامعه، صح، مسافه قريبه، صح. لا ولو سري يا كابتن، ايه المشكله؟ يعني الراجل لو في حاجه جديده معينه، بالظبط، يعني الراجل بيشتغل وبيتعب ومجهوده أحيانا. واحد قاعد بتليفونه هيصور كل التمرين، بس هو مش عايز، مش موضوع سري على طول، لا مش سري على طول، هو عايز يغير في طريقه اللعب، عايز يعمل تكتيك معين، عايز يعمل تمارين فرديه لحد معين عنده مشكله. يعني انا احس لو انا راجل فني وعندي وعي في الناحيه الفنيه، لو بتفرج وبيدرب مدرب على حاجات، لاعب دفاع على حاجات معينه، وانا ميته وتوجيهاته، اعرف ان هو بيدرب على حاجات في نقاط ضعف عنده، صح، ممكن افهمها، صح، ده انا بتكلم فيه. وممكن مع مهاجم بيركز على حاجات معينه اقدر. هل هو اللعيب دوت من ادائه هو مميز وهو بياكد على التميز ده، ولا شايف اللعيب ضعيف وبيرفع من مستواه؟ لو انا راجل فني هعرف هو بيضربه على نقطه ضعيفه بيطورها، صح، ولا حاجه مميزه عنده بيزودها عايز يثبتها عنده اكتر. يعني ممكن في كده استعمل الجانب السري، انما مش كل تدريب هيبقى سري، يعني الوضع طبيعي، يعني أكيد. مش كل يوم النهارده في تدريب ما فيهوش حاجات سريه، أكيد. انما المقصود في النهايه ان هو عايز يعمل عزله واللعيبه يبقى فيها تركيز، هو اللي قصده اكيد، ده هو اللي قصده اكيد. جريده من المدربين اللي جم النادي الاهلي وكان زعلان جدا جدا ان هو ساب النادي الاهلي ومشي، وكان عايز فرصه ثانيه، وكان بعد ما كمان مشي كان عايز يرجع ثاني في اكتر من تصريح ليه، لغايه لما لقى الدنيا مقفوله خالص بدا يصرح تصريحات غريبه. لكن جريده دلوقتي المدير الفني الرسمي للنجم الساحلي، شايف ان هو ممكن برضو يزود من صعوبه المباراه؟ طبعا هيحترمك، هيحترم المنافس، عارف الاجواء اللي هي مش في الملعب بس، خارج الملعب عارف التدريب بيتم ازاي، الاداره بتدير ازاي، الكره بتدار ازاي، روح اللعيبه ازاي ازاي، في حاجات بقى بتبقى ممكن تكون خافيه هو عاشها، فهيكلم يقدر يوضحها للعيبه دي. انا ممكن اقول لك ايه، لا، النادي الاهلي من الانديه اللي بتلعب على بطوله، غير ما ادرب انا النادي الاهلي، الخفايا والحاجات اللي جواه ديت هو يقدر يزيلها للعيبه، وهي واصله عنده ما يكون هو على علم بيها برده، ده بيمثل لك برده يعني مقاومه، يعني او ميزه عنده هو ممكن هو يستغلها. تمام. النادي الاهلي هيروح لفين ان شاء الله يا كابتن محمود في البطوله الافريقيه؟ طموحنا زاد. بتقلق من الظروف؟ بتخاف من الظروف الخارجيه؟ انا خايف من الاصابات، بس الاصابات، الجو العام، لا، الاجواء كويسه. الاجواء كويسه، مهم جدا اللي انا حاسه برضو. انا مش يعني مش داخل جوه، مش احد اعضاء الجهاز الفني، ولا انما اللي انا حاسه في ثقه كبيره جدا مع الاداء ده، اللعيب عنده ثقه كبيره جدا في مدربه، دي نقطه مهمه جدا. كنتوا بتقابلوا المدرب؟ كلمته تنفذ هتنفذ، اكيد اكيد. كنتوا بتقابلوا المدير الفني الجديد ازاي يا كابتن محمود، او استيعاب فكره؟ انت اللعيب القديم اللي عنده خبرات اكيد هيقدر يقيم شويه، يعني عنده قدره على التقييم. النادي الاهلي في الغالب حتى لو احنا شايفين مدرب اقل نسبيا، بس هو على المستوى جيد، انه مش اقل من جيد. بتكلم عن المدرب اللي مرشح، سواء تمام، مصري او اجنبي، تمام، فدي على الاقل هو عنده قدرات، يعني مش هيجي لنا مدرب يعني ضعيف جدا او شخصيته ضعيفه او عنده مشاكل في، لا اكيد هيبقى طبعا، يعني اكيد مميز، اكيد مميز، اكيد مميز. في فروق. فايزا مميز جدا، مستر فايلر، مستر فايزا طبعا ليه كل التقدير واحترام، مميز جدا، اوكي ماشي، يعني وكل المدربين المصريين، مش عايز انا يعني فيها حساسيه شويه المدربين، اذكر حد وما اذكرش حد، ممكن واحد ينسى مدرب مصري. فالاختيار بيبقى على مستوى
في حد ادنى منه يعني. تمام تمام. احنا ليه دايما بنقول يا رب الاداء يفضل كده، مع ان الراجل اقنعنا فنيا بصرف النظر عن النتائج بقى، الراجل اقنعنا فنيا ان هو عمل حاجه فعلا وحاجه ملموسه وحاجه كل الناس قالت الحمد لله ان احنا جالنا مدرب بحجم فايلر، حتى لو احنا كنا في الاول مشككين والناس طلعوا اعتذروا وكانت حاجه جميله جدا بصراحه. فليه احنا خايفين يعني؟ ليه دايما بنقول يا رب نكمل كده؟ طبعا يا رب طبعا بندعي على طول، لكن بحس ان هي ايه يعني متخوفين. الطفره اللي حصلت الكبيره دي خوفتنا شويه طبعا. يعني الفريق المفروض يمشي تدريجيا، هو عمل طفره بسرعه، طفره في وقت قليل. دي نقطه طبعا. الطفره الكبيره قوي انت عايزها تستمر، ف هل الطفره الكبيره دي ان شاء الله يا رب مع الاستمراريه هتبقى دي طفره طبيعيه، ودي حاجه فعلا اللعيبه وصلت ليها. ممكن بس هي ممكن اللعيبه تبقى طفره في مباراه معينه وترجع تقل، انما انا فتره قليله بس ممكن تقنعك ان شاء الله في استمراريه في المستوى، لان احنا لعبنا يعني 4 ماتشات في الدوري ولعبنا 7 ماتشات تقريبا من ساعه ما جيت تقريبا المدرب. بالظبط، 7 ماتشات ما شاء الله ما شاء الله علامه. ففي يعني طفره، لا بتديك امل طبعا، امل كبير ان شاء الله تستمر. فايلر لما جه كانت الناس متخوفه، والحمد لله كان ماتش افريقيا، اول ماتش افريقيا كمان الحمد لله كسبنا، وبعد كده جه على ماتش الزمالك ماتش كبير جدا كسب، بعد كده الموضوع اداء بنتيجه او نتيجه باداء، بعد كده توقف، الناس قالت التوقف يا ليه توقف واحنا كنا ماشيين كويس وخايفين جدا وممكن الاهلي بعد كده كيرفو ينزل، لكن انا كنت من الناس متفائله جدا. اللي خلاك تعمل كده في فتره قليله فاكيد لما تاخد وقت هتطور اكتر، وقد كان. مباراة الجونة برضو حاجة جميلة جدا، إقناع فني، تهديف، كنا ممكن نكسب أكتر. الناس قالت أصل الجونة كان وحش، لا الأهلي كان متفوق جدا جدا جدا، الجونة ما كانش وحش ولا حاجة طبعا. شوف حتى لو في توقف فترة معينة هو اللي هيخلي الأداء يتم بهذا المستوى، إيه هي الحالة التدريبية بتاعتك. كنت متخوف من التوقف يا كابتن محمود؟ لا أنا لا أنا يعني أعتقد إحنا قلنا كل حاجة بالنسبة لأجواء النادي الأهلي التدريبية بتبقى على ما يرام، والطفره دي اكيد اللعيب نفسه هيبقى خايف. على فكره انت انا وصلت المستوى هبتدي احافظ عليه، وده المفروض مطلوب من اللعيب. انت وصلت المستوى هذا المستوى المفروض تحافظ عليه، وكمان هو من ذكائه مش مخلي كابتن محمود صالح هو المساك بس، لا انت معاك كذا بروح مطلعكم منزله، ومعاك حسين الشحات لا انا بطلع وبنزل، يعني مفيش حد مكانه محجوز بنسبه 100%. طبعا لازم الاجواء التنافسيه دي تبقى موجوده. بالظبط، انا مش هلعب ب 11 واهمل الباقي، لازم ادي اللعيب لكل اللعيبه امل ان انا لما ابقى كويس هشترك، وان انا لما اكون افضل من الاساس، وده طبيعي. صح. اللعيب مش هيقدر بيلعب مستوى طول الموسم بمستوى العالي بتاعه، لازم هيجي وقت حاله علميه يعني ده راي علمي هيقل سنه. بالظبط، ودور البديل يجي او لا قدر الله في اصابه دور البديل بيجي، بس ما يدي الامل للعيبه دي التنافس هيبقى كويس، ان انا لو جه في توقيت افضل من الاساس هيبقى ليا دور، والاساسي ان انا لو قليت عن اللاعب البديل مش هيبقى ليا دور، يبقى العمليه ماشيه كده. انا لو قليت هبعد، وانا لو كبديل لو عليت هلعب. هي دي مش عارف التضاد ده تمام، انما مش كده لما ابقى كويس انا هلعب، طب والتاني اللي هو اساسي تمام يعني تمام. لازم لما يبقى وحش ما يلعبش تمام. يعني دي مقوله احنا قلناها ولا هي دي فعلا حقيقه ان اللعيب لازم كيرفو ينزل؟ انا بشوف اللعيبه لا لازم يلعب كيرفو، بشوف اللعيبه بره مستوياتها يا كابتن محمود. لا بينزل يعني ما بين 70 ل 90%، بس يعني في مش نزول لا. هو بص يا كابتن، هو في فروق يعني، في لعيب عالي قوي بيدي 9 من 10 90% بينزل بيبقى مثلا 70 60. بالزبط. في لعيب بينزل 30 و40. اتفرجت على ماتش ليفربول تابعته امبارح؟ شفت هم كانوا، انا شايف محمد صلاح بقى يعني كان 90 بقى 4 ب 40% من مستواه، و ومانيه برضو هذا الاساس، وفيرمينيو هذا الاساس، انا شايف الثلاثه يعني حقيقه. حقيقه طبعا حقيقه. بس زي ما بقول لك في واحد بيقل بنسبه قليله ويرجع بسرعه. بالظبط، وفي واحد بيقل اكتر ورجوعه بياخد وقت. هي دي السمات. في لعيب بيبقى 3 4 ايام واسبوع يرجع. وفي لعيب يقعد له اسبوعين ثلاثه هي في حاجه بتاعت ربنا بقى، ما انت بتعمل علميا كل حاجه وبتحاول تعمل كل حاجه صح، انما في حاجات بتبقى خافيه في حياتك او في شغلك. تمام تمام. تعالى بسرعه، احنا خلاص اعتقد ان احنا اتكلمنا عن كل حاجه في مباراه الاهلي. ان شاء الله بكره كل التوفيق. النادي الاهلي مباراه صعبه زي ما حضرتك بتقول، مش هنستسهلها تماما حتى لو كنا احنا يعني في قمه ادائنا، لكن مباراه صعبه بكل الاحوال، مدرب جديد، مدرب حافظ النادي الاهلي، جمهور، منافسه بين النادي الاهلي والنجم الساحلين، طبعا منافسه يعني على مدار السنين في المره دي كمان اكيد. يعني في نقطه بس اوضحها، ممكن انت اللعيب
11 في الملعب فيهم 9 فورم عاليه واثنين اقل مستوى مش مشكله. تمام. انما ما بقاش فيه 5 6 بعيد عن مستواهم والفورمه الرياضيه قليله وثابته او عاليه عند 2 3 4 لا دي هتبقى مشكله. يوم فمش المباراة. مشكله طبيعي مش ممكن 11 سوبر في الملعب. اكيد ان شاء الله. لو 9 سوبر يبقى كويس ان شاء الله. تعال بسرعه ارجع للمنتخب الاولمبي، سؤال واحد بس قبل ما اخد المنتخب الاول واقول لك برده شفته ازاي، احنا عشان وقتنا خلاص 5 دقائق. المنتخب الاولمبي، هل هو المنتخب الاولمبي كانت الظروف كلها معاه؟ هل الجمهور كان عامل ايجابي؟ اكيد كان عامل ايجابي. هل حماسه؟ هل ملعبنا بلدنا الحاجات دي اثرت تاثير ايجابي في اداء المنتخب؟ هل لو كان المنتخب بيلعب البطوله دي بره مصر كان هيبقى ده شكل المنتخب الاولمبي؟ ده كل عامل ليه طبعا، يعني ساعدت المنتخب بشكل كبير التواجد الجماهيري. احنا بقالنا كتير في لعيبه عمر ما لعب جمهور، يعني كلهم عناصر صغيره في السن، بقالنا فتره بنلعب من غير جماهير، فدي تاثير قوي جدا كان. هو ده سؤالي، لو الدوله كلها يعني قمه القياده مهتميه بالمباريات لا فدي دفعه كبيره جدا، واللعيبه حاسه بالمسؤوليه، والجهاز الفني عندهم الاحساس، والجهاز الفني عنده الطموح وعنده نفس، واخد اللعيبه في نفس الطموح ونفس الاتجاه مع الاداره بدايه من المجلس السابق واللجنه الخماسيه الحاليه والدوله كلها والاعلام. الاعلام كان ليه دور رهيب طبعا. لا الاجواء طبعا ممتازه. هنفقد كام في المية من قوتنا لو خرجنا لعبنا بره مصر؟ لا المفروض ما تنزلش. مش كده؟ طبعا، لان انت بتنتقل حتى لو في حاجات هتنقصك كجمهور مثلا او اي عوامل اخرى تاثر عليك بشكل يعني بشكل سلبي نسبه، بس انت طموحك لازم يزيد، لازم يعوض دي، لان الامل والطموح عند اللعيب انت بتلعب في دوره اولمبيه. الكابتن شوقي بيعرف يعمل الحته دي كويس قوي. اه لا ما شاء الله ما شاء الله نجح فيها الحمد لله. نفس ما بنتكلمنا عن النادي الاهلي، الاستمراريه في الاداء ان شاء الله، المستمره في الاداء، عندنا امل وعندنا طموح. بنتمنى لهم كل التوفيق، كل مصر بصراحه بتمنى لهم. طبعا احنا حققنا سنه 28 موديل مدينة المركز الرابع و64 المركز الرابع، وكان نجم الدوره وهداف الدوره اخويا الكبير وصديقي العزيز يعني الكابتن مصطفى رياض، كان جاب 10 تجوان واحرز 6 اهداف في مرمى كوريا. يعني اتمنى التفوق ده ويطلع عندنا هدافين ونحقق ميداليه بقى ان شاء الله. اكيد اكيد. اخر سؤال هساله حضرتك، المنتخب الاول شايفه ازاي؟ البدايات، الدنيا، هل في اقناع؟ هل هيبقى في تحسن؟ الصوره ايه؟ محتاج مجهود كبير طبعا. ليه عملت كده؟ لا ما لا, لا ما يطمنش طبعا، مفيش شك. انا سؤال اجابته طبعا يعني محدده، يعني اكيد هجاوبك نفس الاجابه، او سالت اي واحد نفس السؤال هيقول لك نفس الاجابه، الاداء غير مطمئن طبعا. نتمنى الفتره الجايه ممكن يبقى فيه اهتزاز شويه. متفائل بالفتره اللي جايه كابتن محمود ولا في حاجات كتير ممكن تحصل؟ لا مش متفائل. مش متفائل. مش متفائل. مش هسالك ايه اللي ممكن. لا احسن احسن من مش هقول مش متفائل قوي، لا احسن، انا مش متفائل. اتمنى مع الادوار الجايه محتاجين مجهود والاداء يبقى افضل من كده، وفي عيب كبير على اللعيبه بالذات، يعني مش معقوله اللعيب ادي مع الفريق على المستوى المحلي مستوى يمثل مثلا لو اديت درجه 7 درجات مثلا، واجي مع المنتخب ادي 5 أو 3 غير مطلوبه تماما. موضوع كبير طبعا. انت بتمثل مصر، لو المستوى ثابت اوكي، انما ما يقلش الوضع الطبيعي المستوى يزيد ويبقى احسن من كده وافضل من كده ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. الله يخليك يا كابتن، ونورت وشرفت بيتك كالعاده، وكل التوفيق لحضرتك. باجي سعيد انا جوه النادي، قناه النادي الاهلي. ده بيتك يا كابتن، واحنا بنسعد بيك على طول. طبعا طبعا بنسعد بيك. سعيد جدا. شكرا جدا. اشكرك كابتن، طيب وكل التوفيق لحضرتك. يعني كفاءتك في اداره الحوار ربنا يوفقك دايما ان شاء الله. ده من ذوق حضرتك بس. شكرا جدا. شكرا. دي كانت فقرتنا الاولى مع النجم الدكتور محمود صالح، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. بعد الفاصل هيكون معاكم النجم الكبير الكابتن عادل طيامه، نجم مصر ونجم النادي الاهلي، بصحبه الزميل محمد سعيد. كل التوفيق بكره ان شاء الله، وقولوا يا رب من جوه القلب النادي الاهلي ان شاء الله يقدم نتيجه واداء كمان باذن الله بكره في تونس. كل التوفيق للنادي الاهلي، شكرا جدا لحضراتكم ومع الف سلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقرة الحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة، ليلة مباراة الأهلي أو مباراة النجم الساحلي والأهلي، خاصة المباراة ستقام بالتأكيد في تونس على الملعب الأولمبي برادس في إطار مباريات الجولة الأولى من مباريات المجموعات في دور 16. انطلاقة الملك نحو الأميرة الإفريقية تبدأ من دور المجموعات والمنافسة القوية والمباريات الحاسمة والحساسة، وبالتأكيد فيها تفاصيل فنية كثيرة جدا، مباريات بالتأكيد الكل هيتابعها لأن مباريات الجولة الأولى فيها تفاصيل وفيها مباريات قوية ومثيرة، وتنبئ أن دوري أبطال إفريقيا السنة دي فيه مباريات قوية جدا. لذلك في هذه الفقرة أنا معايا أحد نجوم التحليل في قناة النادي الأهلي ونجم كبير ومدير فني سابق في العديد من الأندية في الدوري المصري. وجود النهاردة معانا فرصة طيبة للحديث بشكل فني أكتر عن مباراة النجم الساحلي والأهلي غدا، سواء تشكيل الأهلي، تشكيل النجم الساحلي، أبرز الغيابات، استعداد فايلر لهذه الانطلاقة، ووجوده كمان في شمال إفريقيا مباراة ذو طابع خاص لم يخوضها من قبل سواء مع الأهلي أو حتى في داخل القارة الإفريقية. لذلك أنا برحب بالكابتن عادل طعيمة المدير الفني ونجم التحليل في قناة النادي الأهلي. كابتن عادل منور الدنيا وأهلا بيك. أهلا بيك يا محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبي. أولا طبعا مباراة مهمة جدا والجماهير بتنتظرها منذ فترة مش من النهاردة، لأن عايزة تشوف الأهلي في إفريقيا وعايزة تتفرج على الأهلي بالمستوى الفني اللي موجود في الدوري المحلي، إزاي بقى هينعكس إيجابا على الفريق في بطولة إفريقيا. أولا رؤيتك وشايف الفكرة من المنظور ده، الجمهور بيفكر في الفكرة دي وإزاي الأهلي هيلعب مباراة النجم الساحلي، شايفها إزاي؟ وهل الإحساس ده ممكن يكون واصل للجهاز الفني واللعيبة قبل مباراة كبيرة زي مباراة النجم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية في الإخفاقات اللي فاتت كان بيبقى أحيانا بيبقى فيه يا إما لعيبة اعتزلت وانت بتعمل جيل جديد، يا إما المدير الفني اختياراته كان يبقى مش موفقة، لكن بتبقى أحيانا ممكن تجيب أحسن مدرب في العالم ما لا يوفق مع فرقة أو ما بيحصلش الانسجام ما بينه وبين اللاعبين. من الخطوات اللي الواحد كلنا متفائلين بيها إن الخطوات اللي اتخذت هذا الموسم خطوات كلها سليمة الحمد لله. أنت دعمت الفريق بتاعك في يناير، ثم من وجهة نظري أنا كنت بتكلم على صارتي وكنت زعلان منه شوية، لكن أنا كان عندك حق، بس أنا طبعا في قناة الأهلي إحنا أنت كنت بتكلم في إطار الفنيات. أنا بشوف إن التدريب والمدير الفني ليه مواصفات، المواصفات دي كان فيها قصور شوية. النادي الأهلي في هذا الموسم أحسن الاختيار من حيث الشخصية، من حيث الأداء الفني، من حيث الرؤية، راجل تفكيره باستمرار متقدم، مقنع للعيبة، حابب اللعيبة واللعيبة حباه، فكل المقومات دي بتديني فرصة إن أنا أبقى متفائل جدا إن الفرقة إن شاء الله بإذن الله تعالى أدائها في تصاعد، على الرغم من أنا قلت قبل كده إن الفريق الوحيد اللي انضر فنيا مش نفسيا. طبعا انت عندك 14 لاعب في المنتخبات. المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، وده طبعا في ضرر فني على النادي لان الراجل المدرب كان بينزل بيدرب عدد محدود جدا من اللاعبين ما بيقدرش يعمل جمل، لكن كانت ميزه برضو انه بعض اللاعبين اللي كانوا ما عندوش رؤيه لسه ما شافهمش كويس زي وليد. لما شاف وليد انا توقعت ان هو هيبتدي بيه، زي ما اجي لو الجمهور بتاعنا يفتكر لما لعبه في بدايه الدوري ولعبه كراس حربه، وكلنا في ماتش السوبر في ماتش الزمالك وشفنا اجي كلنا فوجئنا انه بيلعب راس حربه. لما اللاعب بيقعد معاه بيكتشف فيه بعض الامور، شفنا قد ايه تطور اداء رمضان من اداء فردي الى اداء جماعي وابداع، فكل الامور دي بتخلي الواحد يتفائل انه ان شاء الله مقومات المدير الفني موجوده. يبقى الاداره عملت وفرت المدير الفني، وفرت اللاعبين، وفرت كل حاجه من ميزانيات، من طياره خاصه، كل الامور اللي الاداره مفروض انها تعملها عملتها. اللي احنا شايفينه في التدريب انا بشوف اللعيب في النادي الاهلي هو نازل التمرين ونازل مباراه، نازل علشان يتبسط ويبسط جمهوره. اللي احيانا بنسمع ودي من خلالك يا محمد يقول لك اللعيبه عليها عبء لازم يتشال، مين قال الكلام ده؟ انا لو ما عليهش عبء مش هادي، انما هناك عبء سلبي وعبء ايجابي. العبء السلبي ان انا ابقى بطني وجعاني وكده وابقى خايف، انما العبء الايجابي ان انا جوايا الطاقه
اللي بتخليني ابقى خايف علشان اتقدم، عشان اخد البطوله، عشان ما تهزمش، عشان ادي الاداء الرجولي في الملعب، انفذ تعليمات المدرب، اتعاون مع زملائي علشان ارفع رايه النادي الاهلي. الامور دي كلها دي اسمها ايه؟ عبء ايجابي. فبرضو احيانا بنسمع عبء اللعيب عليه عبء، لا الكلام ده مش مظبوط. في عبء ايجابي وفي عبء سلبي. الراجل ده عمل حاجة، أنا بشوف إن في مدرب واحد تقريبا لحد علمي جوارديولا بيعملها. واللي بيتابعوا الدوري الإنجليزي جوارديولا ما بيعتمدش على 12 أو 13 لعيب أو 14 لعيب، بيعتمد على 20 لعيب اللي عنده. أنا قلت قبل كده من شهر لما الراجل ده جه، قلت الراجل ده بيعمل القوام الأساسي 20 لعيب أو 22 لعيب، ما تعرفش مين هيلعب. راس حربة تبص تلاقي مره مروان ومره اجاي. لا ده لما نيجي نتكلم في الماتش بتاع امبارح هنتكلم في حاجات ماتش الجونه. تبص تلاقي الناس كلها متوقعه اجاييه بيروح ملاعبه على الطرف، ليه؟ علشان محتاج منه في الماتش ده واجبات دفاعيه. فكل الامور ديت وليد سليمان فوجئنا كلنا، لان الراجل كان معاه 51 يوم فشافه، شاف امكانياته وشبع من ادائه، كور الثابته، التسديد من بره، المتابعه كراس حربه، كل الامور دي شافها من خلال فتره المعايشه مع اللعيبه وليد سليمان، فعارف كل لعيب بيخرج من طاقته ازاي. بالاسلوب الهادي من غير نرفزه ومن غير عصبيه، وفي نفس الوقت حب اللاعبين لبعض، هم بيحبوا بعض باستمرار، لكن الـ 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 الالفه دي والمتعه دي في الملعب وفي التمرين. احنا شفنا امبارح في قناه الاهلي اللعيبه وهي بتتمرن في تونس، ناس بتهزر وناس يعني العبء ده اللي هم بيبقى بقى راجل خايف لا مش موجود، انما التركيز ده هيبقى فين؟ في ال 90 دقيقه اللي في الملعب. وهي قدامنا لقطات خاصه وحصريه لتدريب فريق النادي الاهلي في ملعب الجامعه في الاتحاد التونسي في تونس. ايوه، فالميزات دي الموجوده في هذا الرجل واضحه للعيان. الراجل اللي في الشارع عارف ان الراجل ده من ساعة ما جه أداؤه، شفنا في أفريقيا كان بيأدي إزاي. وأنا برضو من ضمن الحاجات اللي أنا يمكن قلتها في القناة هنا، قلت الماتش الأولاني في أفريقيا كان بقاله كذا يوم، قلت اللعيبة عليها 80% وهو عليه 20%، لقيناه بيدي 70 و30. الماتش اللي بعديه ماتش الزمالك في السوبر لو تفتكر، تمام، احنا قلنا هيبقى 30 و70، لا لقيناه عمل 50 و50، يعني طور من اداء اللاعبين. وبعدين برضو من ضمن الحاجات اللي احيانا الواحد بيسمعها كابتن، انه يتقال انه المدرب يعني بالنسبه للفريق 10% او 20%. استحاله طبعا يكون الكلام ده سليم، والا ما كانتش الناس دفعت المبالغ دي في مدربين حتى في اوروبا. المدرب ده المدرب هو هو مدير الشركه، هو بالمعنى الشامل، هو المايسترو. المايسترو اللي ماسك اللي بيشغل كل الناس ده، لا ده يبقى 70%. واحيانا بنشوف مدير فني عالي جدا ومعاه لعيبه عاديه جدا وبيوصل بيهم لمرحله من النضج ومن الاداء والالتزام. مظبوط. وشفنا المدربين ده سواء في الدوري المحلي او بره. طيب اذا كابتن عادل، حضرتك بتتكلم على ان الجهاز الفني بقياده ريني فايلر اختصر مسافه من الوقت، قرب من اللعيبه بشكل كويس، شايف طريقه لعب او قواعد للكوره. وراك ذكرت نقطة مهمة جدا، وانا حتى قلت الكلام ده من كذا يوم، ان في مفاهيم في كرة القدم احنا بنسمعها من سنين. المفاهيم دي مع الجهاز الفني الجديد بقيادة ريني فايلر، عايز اقول بقت استثناءات او في قواعد الراجل كسرها. يعني فكرة التشكيل الاساسي او القوام الاساسي بنتكلم في 11 13 لاعب، حضرتك دلوقتي ذكرت فكرة ان لا ممكن يكون 20 22 لاعب، زي حتى جوارديولا في مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي. فكرة كمان ان هو ممكن يفاجئك بوجود لعيب او يغير لعيب او تغيير مراكز زي وليد سليمان. اذا ان الجهاز الفني قدر في فتره وجيزه ان هو يقرب بشكل ايجابي من اللعيبه. بس هي النقطه الاهم يا كابتن عادل، وده سؤالي، الجمهور كره القدم تحديدا كل المباريات، ساعات ممكن يبقى يوم معاك ويوم مش معاك، الجمهور وانا بتكلم الكلام الحلو الكويس اللي الجمهور بيحب يسمعه محتاج يسمع الجانب الاخر، ان برضو الكوره ساعات بيبقى فيها متغيرات كثيره، ساعات ممكن يبقى اليوم بتاعك دي اوف. ازاي نحافظ على النجاح ده برسالتنا للجمهور في التوقيت الحالي؟ ما فيش شك انه لو تفتكر ان الجمهور ده دايما هو اللي على حق.
يعني احيانا المحللين اللي يعني زي حالتنا كده وقاعدين في الاستوديوهات الجمهور لان هو العاشق وهو اللي بيروح يدفع ويسافر ولا الفرقه، وفي منهم ناس بتتفرج بالسنين علشان تستمتع باداء النادي الاهلي. تمام. فدايما عندهم الحس الفني، وياما بنشوف ناس بتقابلنا في الشارع وتكلمنا يا كابتن كويس جدا، واحد اتنين تلاته، ده في واحد والله قابلني يا محمد قال لي، هو يعني هخرج عن الموضوع يعني معلش، بيراميدز نادي بيراميدز لما جه اللعيبه ما راحتش، فراجل سواق قال لي يا كابتن ممكن يعني بعد اذنك اقول الحل، هو اللعيبه ليه اتعاقبت؟ ليه نادي بيراميدز ما اتعاقبش؟ يتعاقب ليه ازاي؟ اقول لك يا كابتن، قلت له اتفضل، قال لي كانت اللعيبه ما تلعبش في الدوري المحلي 3-4 ماتشات بس، ده لا يجوز. ما الاتحاد بياخد هو وجهه نظره، اللعيبه اتعاقبت بدون داعي، فاهم؟ هو يقصد ان اللعيبه هنا اداه ما بين المنتخب والنادي اهو كده بالظبط، يبقى انا لما اجي اعاقب، وده المفهوم اللي هو كويس ان هو يعني هو بيقول انا اعاقب النادي ان الولاد ما يلعبوش، اوقفهم لان هم ما راحوش المنتخب، ما اعرفش قانونيتها ايه، لكن بقول لك يعني شوف الناس تفكيرها بالظبط بيوصل لمرحله من المراحل ديت. الاداء الفني جمهورنا من 1907 ولما الدوري بدا 47 الناس كلها عندهم حاجتين، مكسب واداء. مظبوط، ما فيش حاجه اسمها اداء من غير مكسب او مكسب من غير اداء، ما ينفعش. الاداء يديني المكسب، انما المكسب اللي هو بكره طايشه وما فيش اداء ما يبقاش فيه متعه. يعني بتراهن على وعي الجمهور. امال ليه؟ الجمهور ذواق. انت ايام كوبر كان الناس كانت مستمتعه؟ لا خالص. تروح كاس عالم وايام اجيري الناس كانت مستمتعه؟ نهائي. شفت بقى ان احنا كشعب من اجمل الشعوب في العالم، بنتنفس كوره وبتاكل احلى اكل. اكلنا لما يجي اي خواجه عندك وياكل في بيتك او ياكل في اي مطعم بيبقى عايز يرجع، عايز يرجع ليه؟ الميه بتاعتنا واكلنا ليه طعم تاني. اللي عايشين بره يعرفوا قيمه الخضار بتاعنا والفاكهه بتاعتنا من الارض اللي ربنا ذكرها في القران. فانت يعني المتعه بتاعتنا ان اللعيب يمتع الناس والناس تبقى مستمتعه بادائه، يبقى في النادي الجمهور نادي الاهلي عايز متعه وعايز اداء. ودي على مدى التاريخ، ودي الحمد لله احيانا بتهبط شويه لكن بسرعه ادارات النادي على مدى العمر كله على طول بتلاقي التجاوب بيحصل. مش عشان الجمهور بيتدخل، الجمهور عمره ما بيتدخل في شيل مدرب او يحط مدرب، لكن الحس مع الناس ان انا كعضو مجلس اداره، انا مشجع قبل ما اكون اي حاجه، انا مشجع وعضو جمعيه عموميه، بحس بالناس هم الناس عايزين ايه، وبالتالي على طول بيبقى التغيير باستمرار للافضل. طيب ندخل بقى في الامور الفنيه اكتر. مباراه الجونه حصل فيها تعديلات فنيه كثيره، يمكن انا اتفرجت حتى على معظم الاستوديوهات التحليليه، ما دخلوش في التفاصيل الفنيه اكتر، لان النادي الاهلي لعب في هذه المباراه بتشكيل وبطريقه لعب مغايره للي بدا بها الموسم، حتى في تركيبه الملعب، حتى في اللعيبه اللي بدات في الشق الهجومي، الواجبات الدفاعيه. حللت المباراه دي ازاي؟ وايه اللي وصلت له يا كابتن عادل من شخصيه او استراتيجيه ريني فايلر في طريقه لعبه او طريقه ادارته للملعب في الكوره في النادي الاهلي؟ لو نسال حد من الزملاء ان وليد سليمان كان بيلعب فين؟ طب قفشه كان بيلعب فين؟ طب مروان كان بيلعب فين؟ كل الامور دي ما كان الراجل حاططها وباقتدار، واللعيبه نفذتها باقتدار، ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات المهمه جدا في التحليل للمباريات، في استيعاب كمان. انت وليد الجول الثاني والجول الثالث الراجل هو اللي جوه السكس يارد ومروان مش موجود، مروان كان بيقوم بدور اللي بيسقط ووليد سليمان بيروح مكانه، ووليد بيسقط بيبقى خامس في وسط الملعب مع عمرو ومع قفشه ومع حسين ومع اجاييه، فكان بيلعب باربعه 5-1. الخمسه واحد دي لما وليد يوصل يبقى راس حربه بتلاقي مروان مكانه، مروان بيرجع علشان يامن الجانب الدفاعي بتاعه. من ضمن الحاجات برضو اللي بتتحسب مش للفايلر بس وللجهاز بتاعه، تحس ان اللياقه البدنيه بتاعت اللعيبه، يعني بتلاقي اجاييه طول المباراه شغال في ال 75 متر او في ال 80 متر على الطرف. بالظبط. وحسين نفس الامر، انت عارف بمجرد انت ما بتفقد الكوره بتلاقي حسين واجاييه على طول الاثنين بينزلوا لتحت ويضموا للداخل،
بحيث انك انت لو الكره من ناحيه هاني بيبقى الضغط من ناحيه هاني، لو الكره من ناحيه معلول بتلاقي الضغط كله من ناحيه معلول ويسيبوا الجبهه الاخرى، الجبهه الاخرى بيبقى فيها برضو حسين الشحات. كل الاجوال اللي احنا جبناها نتيجه انه وليد، انا لو انا مدرب الجونه انا مش عارف امسكه، امسكه ازاي؟ ببص الاقيه بيبقى هاف ديفندر، وبعدين الاقيه تحت راس الحربه، وبعدين الاقيه راس حربه، راس حربه فكان زي الكره اهي في السكس يارد. الله يفتح. فين مروان هنا؟ كان على الطرف، شفت بقى. وده شغل ده، هل ده مش متكرر؟ اتكررت متكرر، واتكررت حتى في الهدف الرابع. المفروض اللي يعمل الاوفر بتاع الباك رايت حسين الشحات، واللي يستلم الكوره وليد ازارو، لان وليد ازارو هو اللي عمل الباص، وحسين هو اللي مخترق اهي قدامنا الكوره يا كابتن عادل، وحسين هو اللي مخترق في القلب وبيسدد. المفروض حسين فين في التشكيل؟ المفروض ده في الناحيه اليمنى على الطرف. امال ايه اللي وداه هناك؟ ده شغل مدرب. يبقى ده المدرب بقى 80% 80% 70% عشان ما بالغش، 70% قدرات مدير فني ولاعيبه على مستوى فكر من النضج انها بتنفذ تعليمات المدرب، وهو كمان بيديها المتعه خد استمتع، مساحه الابداع، اتحرك لي في المساحه دي. دايما في المحاضرات يا محمد بنعمل ايه؟ بنجيب الملعب وبروح مصور لك انت هتلعب باك رايت، بعمل لك الاماكن اللي انت هتجري فيها باللون الاحمر، فبسهل لك طريقه لعبك والمساحات اللي انت ممكن تغطيها تشتغل عليها. فبقول لك انت باك رايت هتبقى هنا في الحنه بتضم هنا، وممكن تبقى راس حربه، وممكن تبقى على الطرف هنا، فبسود لك او بحمر لك او ببدلها باللون مع زميلك بقى. المنطقه الحراريه اللي بيتحرك فيها اللعيب. برافو عليك برافو عليك. انا عمرو السوليه لو هاني راح يبقى عمرو السوليه بيضم للداخل شويه، او قفشه بيضم للداخل شويه، مروان لما يسقط تلاقي وليد راس حربه وهمي، ودي الراجل دي عملها قبل كده برضو. وعمليه الابداع اللي موجوده والجبهات اللي بقت موجوده بقى عندك بيجيب اهداف من تسديد، من اختراق من الطرف، من الاطراف يمين وشمال. احنا شفنا الجول الثالث، علي معلول بيروح ما بيرفعش، بيعملها لعمرو السوليه. عمرو السوليه عمل ايه؟ شاطها، شاف الراجل جاي راح دايس عليها وراح واخد مترين، بقى فين؟ بقى جوه السكس يارد. بيعملها بالعرض ما وليد ده، وعمرو السوليه كمان اللي عامل الباص، يعني تحركات عمرو السوليه اللي عامل. وبعدين علي معلول عملها له فين؟ مديها له في رجليه بالظبط، كان ممكن جدا يعمل يرفعها على طول، لا عايز يضمنها، راح دايس لانه شاف الراجل جاي عليه، فاخده عكس اتجاهه، خلاص مش قادر يرجع له تاني، وراح عاملها بالعرض، خبرت في رجل الراجل وراحت لوليد. وليد فين؟ لو انت تشوف وليد قبل الكوره هتبص تلاقيه وليد كان على ال 18. ايه اللي وداه هناك؟ دي رؤيه. احيانا برضه بيبقى لعيب عنده ربنا بيديله ملكه ان هو يختار المكان في التوقيت المناسب بالظبط. اذا الفلسفه او الفكر اللي بيأديه ريني فايلر مع الاهلي في الملعب، الناس بتقيم اي مدرب يقول لك فلسفه دفاعيه فلسفه هجوميه، انا شايف في منظور جديد وانا بسمعه حتى في تحليل في الكره الاوروبيه يقول لك الكره الشامله. اعتقد دي الكره الجديده اللي موجوده دلوقتي في الدوري المصري بيقدمها النادي الاهلي، اللي ما كانتش موجوده لفتره طويله واللي انقطعت بعد رحيل مانويل جوزيه، لان في مدربين ممكن يقول لك كده كل فتره مش يكسبوا بطولات، لا يقدموا لمسه فنيه يكون لها تاثير حتى على الكره المصريه. لو تلاحظ الجمهور كله بتاعنا بتبص تلاقي النادي الاهلي بمجرد ما بيفقد الكوره بتلاقي العشرة تحت الكوره، بحيث انك انت المطلوب مني ان انا اعمل ضغط من الامام، بعمل الضغط من الامام. طب الكوره عدتني كمروان او كوليد، ايه اللي بيحصل؟ ما اندفعش كمان وافقد اتنين، بيبقى اتنين رايحين عليا زياده، اللي بيحصل ان انا بروح على طول راجع بحيث ان انا ابقى الكرة تبقى قدامي ما تبقاش ورايا. ده الجانب ده، القدرات اللعيبه الفنيه والبدنيه والتغطيه على بعض والقتال. انت جاي فيك في الدوري اعتقد جول هدف واحد، هدف واحد، والفرص اللي بتيجي عليك تقريبا نادره جدا فعلا نادره. نتيجه انه الكره الشامله اللي حضرتك تفضلت بيها، انا عايز اجيب جول ما اجيش فيها جول، دي ببساطه علشان الناس كلها تبقى يعني الناس اللي بتتفرج علينا، الكوره اجيب جول ما يجيش فيها جول، يبقى انا هاجم كويس قوي وادافع كويس قوي. لما هاجم كويس قوي هاجم ازاي؟
اطراف، اختراق من العمق، من العمق الجول الاولاني اللي جاب وليد، تسديد من بره. احنا شفنا قفشه بيشوط، وليد بيشوط، هاني بيشوط، فتحي بيشوط، كل الناس بقى عندها، علي معلول بيشوط، كل الناس بتشوط دلوقتي. معناها ايه؟ ورامي كمان صحيحنا بيكمل، ولو في فرصه بيسدد. ده معناها انك انت قدراتك كمدير فني، المدير الفني اللي بيقابلك مش عارف انت هتعمل ايه، هتخترق من اليمين ولا من الشمال، هتعمل اختراق من العمق ولا هتسدد، هتعمل مندفع من الخلف. طب في الكره الثابته هتعمل ايه في الكورنر؟ في كل مره في جديد، مره تتمرر وترجع لنفس اللاعب، او بتتعمل للراجل اللي واقف بره، اللي بره يروح عاملها، الفاول اللي عمله والكورنر اللي اتعمل والجول الاولاني اتعملت لاظن الحسين من هاني، وراح اتعمل للوليد، راح ما حضروش حشايط، تمام، ما اترفعتش. فدي كلها جمل الى جانب الحاجات اللي قلتها. طيب هل التشكيل اللي بدا بيه، وهل طريقه اللعب اللي ظهرت في مباراه الجونه، وهي مباراه بعتبرها خارج ملعب الاهلي، يعني هي مباراه في الجونه، فده مش ملعب النادي الاهلي، هل ممكن تطبق بنفس الشكل بنفس التشكيله في مباراه النجم الساحلي؟ شوف يا محمد، الراجل الاوروبي ما عندوش بره وجوه. اه الوطن بتاعه، الوطن بتاعه المستطيل الاخضر. حلو العنوان ده يا كابتن عادل، وطن المدير الفني في اوروبا هو المستطيل الاخضر. طبعا. انت شوف اي فرقه في اوروبا بيلعبوا كوره ازاي، هل الكوره في ملعبه بيلعب مهاجم بس وما بيدافعش؟ لا، الفكره دي في مصر بتتقال بس في الكوره المصريه من سنين، نتيجه اللي بيسمعوه الناس. الناس بتسمع احيانا كلام غريب، كلام غريب، وده مش مفهوم للناس. الناس فاهمه اكتر من كده، يعني الناس اللي في البيوت، لا، في ناس فاهمه. انا بدافع كويس وبهاجم كويس، المستطيل الاخضر ده ملعبي في اي حته، انا بلعب بكره في رادس، ده النادي الاهلي بالنسبه لي. ايه اللي بيفرق؟ جمهور، الجمهور سلبي او ايجابي، بيشجعني او ما بيشجعنيش، انا برضو كمدير فني مسؤوليتي واللعيبه اللي موجوده معايا والجهاز اللي موجود معايا بديلهم حاجه اسمها العزل. عزل يعني ايه؟ يعني انا وداني مش بتسمع الا المدير الفني او كابتن الفرقه. اي حد بيشجعني انا مش هنجر ولا التشجيع وابتدي اعمل مراوغات او ابتدي استعرض او ابتدي اعمل حاجات مش مطلوبه مني، او حتى لو هناك نقد او جمهور يعني في اسلوب اخر انا ما بنجرش ليه، لان انا جوايا عزل وجوايا تركيز في المستطيل. انا عندي 90 دقيقه كوره ثابته، هعمل كده، ههاجم بالطريقه الفلانيه، هدافع بالطريقه الفلانيه، انا عندي رقاب على فلان هراقبه، الجول في ضعف، مفروض ان انا في التسديد يبقى فيه متابعه. كل الامور دي المدير الفني بيبقى مديها للاعبين، حتى النفسيه، قول له انت تنزل المباراه. الدور الثاني للعيبه زي مثلا فتحي، زي شريف، زي وليد سليمان، زي مروان، الولاد دول وهم في الملعب ذخيره، ذخيره حيه بالنسبه لك. هاني بقى والولاد الصغيرين اذا كان حد يعني من، وده اللي عمله الماتش اللي فات، كان مريح احمد فتحي، دخل رمضان صبحي في القائمه عشان يحضر ويحط رجله في الملعب مع الاهلي، وليد ازارو كان على الدكه، فكان حتى تفكيره، اليو ديانج كمان كان موجود على الدكه ما لعبش، فكان تفكيره في المباراه القادمه ويكون عنده مخزون للعيبه في الماتش الجاي. يعني هي النقطه دي انا بشوف ان الراجل ولا تختلف، كانه عايش في النادي الاهلي بقاله فتره كبيره. ليه؟ هو بيلعب بطوله بطوله، يعني انا بلعب الدوري، هو ذاكر الاهلي كويس اهو كده. الله يفتح عليك. هو انا بلعب الجونه، انا ما بفكرش في رادس، انا عايز 3 بونت، انا افكر في رادس واتغلب من الجونه يبقى خسران، يبقى انا عملت ايه؟ لا، انا مركز قوي في الجونه، ان انا عايز الثلاث نقاط بتوعي بصرف النظر. انا خلصت بالليل، انا كمدير فني كفايلر بالليل على طول الشرايط بتاعت النجم الساحلي موجوده معايا على طول، بتفرج عليها وبشوف، انا طبعا شايفها قبل كده، لكن انا كل تركيزي في الجونه. خلصت الجونه انا عندي رادس، بعد رادس عندي بني سويف يوم الاثنين كاس مصر، فانا بخرج من فهو درس النادي الاهلي كويس، مظبوط، وسمع من الناس اللي كانت موجودين، اظن جروس او حاجة كان كلمه، الى جانب انه قرا، والناس الاوروبيين بيقروا كتير جدا مش زينا. ده حقيقي، يعني بيقروا كتير قوي، وهي تجربه مقبلين على الشغل فيها، بيدرسوا كل الجوانب المتعلقه بهذه التجربه قبل ما يوافق. امال ايه؟
قبل ما يوافق مش قبل ما يجي. هو حضرتك هو في سويسرا عايش وحش يعني؟ لا طبعا في سويسرا. فلا ده هو الـ الطموح. وانا زي الناحيه الادبيه يعني، هو ميسي محتاج فلوس عشان يلعب ولا عشان خمس مرات احسن لعيب في العالم؟ هو محتاج فلوس تاني علشان يبقى عنده طموح تاني، ولا في حاجه اسمها امور ادبيه بتدفعني ان انا العالم كله بيتفرج عليا وانا عندي مسؤوليه ان انا امتع الناس دي كلها؟ طيب فهو نفس القصه. التشكيله اللي لعب بيها ماتش الجونه ممكن تبقى بنسبه كبيره، او السؤال المعتاد اللي ممكن يتسال في اي استوديو تحليل او في اي حديث فني عن اي مباراه، ايه التشكيله المتوقعه؟ منتهى العيب ان انا اتكلم في الموضوع ده يعني. سؤال فكره التشكيل المتوقع دي اعلاميا خطر، ما بتبقى صح. خطا اه خطا رهيب ان انا اتوقع. احيانا بنزنق بس يعني علشان ما يبقاش فيه احراج، لكن انا بقول ان ده خطا خطا خطا، لان انا المدير الفني متعايش مع اللعيبه، هو دارس النجم الساحلي اكتر مني، هو شايف حاله كل لعيب وصلت لمرحله ايه. زي ما انا قلت قبل كده مثلا مروان هيلعب، رمضان اسف رمضان صبحي هيلعب، الجهاز اللي موجود معاه محمد بيبقى معاه في التدريبات يوميا يوم وشاف ويقدر ولا مش في قياسات ان صح. العضله بتاعتي النهارده عملت اربع ماتشات في المنتخب الاولمبي، العضله بقت في الشكل الفلاني، الراجل ده عشان يلعب هيلعب ربع ساعه. طيب الراجل ده العضله بتاعته تتحمل انه هو يلعب، يبقى انا ابتدي بيه. فاذا في فروق فرضيه بين لعيب ولعيب اخر. فالجهاز الفني في العالم كله هتلاقي جوارديولا معاه 16 واحد، ده حقيقي 16 واحد. فاحنا برضو الحمد لله الحمد لله ان احنا برضو ابتدينا ان الجهاز بتاعه اظن في اربعه خمسه موجودين اللي بيساعدوه مساعده قويه جدا من حراسه المرمى للقياسات لكل الامور، بيدي لك حتى المنافس هيلعب ازاي والمنافس ده ميزاته ايه وعيوبه ايه. وبعدين بالليل بالمحاضره بيعرض على اللعيبه انت بكره هتلعب بالشكل الفلاني، وفلان الفلاني اللي هيقابلك ميزاته اهي وعيوبه اهي، يبقى انت نازل مذاكر رايح الامتحان وانت يعني السؤال مذاكر. السؤال المتوقع اللي هو بيتصير كل مره عن التشكيل المتوقع بيبقى عمليا غير واقعي. موقفك ايه لما في ماتش السوبر الزمالك وكلنا كل اجمع ان فلان فلان وفلان وبعدين لقينا اجايه اجايه، يبقى اذا سؤال مش في محله، سؤال مش مفروض ان يتسال. لان انا المدير الفني ده حد بره بيسال حد في الدوريات؟ لا بره الاسئله ذو طبع خاص. استحاله استحاله، ان ده شغل مدير فني وانا بتدخل في شغله، مش مفروض انا اتدخل في شغل الراجل ده. انا ليه سالت السؤال ده؟ لان انا كنت بتكلم مع كابتن عادل طعيمه قبل الحلقه وبندردش مع بعض في فكره طريقه اللعب والتشكيل، فبقول له التشكيل المتوقع السؤال بيتسال كل مره، راح رد عليا بنفس الاجابه وقال لي لا مهنيا او اعلاميا حتى لما تيجي تتكلم في امور كره القدم وانت مش متعايش مع الجهاز الفني هتتوقع ازاي؟ فاجابته عجبتني جدا، عشان كده انا طرحت السؤال عشان المشاهد يسمع ويشوف برضه وجهه نظري. انا اول مره حد يعني كابتن عادل طعيمه بالتاكيد نجم كبير يجاوب معايا بالشكل ده في فكره التشكيل المتوقع، وفعلا كلامه صح ووجهه نظره صح لانه مش موجود في التدريبات يوميا، او اي حد حتى بيتكلم في الكوره يعني مش موجود في التدريبات يوميا مع الفريق، مش متعايش مع الجهاز الفني، ما شافش الفريق المنافس والتحليل بتاعه بشكل كويس، فبالتالي هيتوقع تشكيل الفرقه ازاي وهو مش عارف كل الاجواء المحيطه بالمدير الفني. ف اوافقك الراي وفعلا عندك حق في فكره التشكيل المتوقع دي، ما بتبقاش متاحه حتى في كل المباريات او في كل الظروف، لان المدير الفني ده بقول لك زي ما انا شبهته بالراجل المايسترو اللي قدامه العازفين وهو بيشغله، فانا باجي الخبطه بقى، اجي ايه اقول له لا والله انت بتعزف الفلان لا اعمل حاجه ثانيه، هو طبعا مش بيسمعني ولا بيسمع غيري، لكن الجمهور نفسه بيحصل له نوع من يعني. وبعدين انا هتعود بقى ان انا اتدخل في شغلك، لا المدير الفني ده المسؤول. وبعدين الراجل ده من ساعه ما جه، وطبعا قبليه كان جوزيه برضو، حد كان بيتوقع ايام جوزيه كان فلان هيلعب، وحد كان يتوقع انه يلعب في واحد المباريات بوائل جمعه راس حربه يعني بركات كنت بتلاقي بركات فين؟ باك رايت، واحيانا باك ليفت، وباك ليفت وينج رايت، ده حقيقي شايف محمد باك ليفت فيعني وبعدين غير مره راح جاب شادي واظن عماد النحاس ووائل بقى يلعب بثلاثه فيعني ودي الميزه اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب قبل ما نخش بقى على مباراه النجم الساحلي، المواجهات المباشره بين الاهلي والانديه التونسيه فيها تفوق للاهلي بس بنسب، لان في فرق الاهلي كسبها وفي فرق بتبقى النتائج خاصه في تونس مش ايجابيه للاهلي. انا معايا تقرير قبل ما اخش في التفاصيل الفنيه المتعلقه بهذه المباراه، تقرير صوتي عن تاريخ مواجهات النادي الاهلي مع النجم الساحلي التونسي سواء
سواء المباريات اقيمت في سوسه او موجوده في او اقيمت في القاهره. نشوف هذا التقرير بيدينا مدلول بالنسبه لهذه المواجهات ازاي، ثم نعود الحديث مع كابتن عادل طعيمه بعد هذا التقرير. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة وقوية غدا أمام النجم الساحلي التونسي في مستهل مشواره بدوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الثانية التي تضم الهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي. سبق وأن التقى الأهلي مع النجم في 14 مناسبة، حقق الأهلي الفوز 4 مرات وخسر 3 مرات، فيما حسم التعادل السلبي 6 مباريات والإيجابي مباراة واحدة. في موسم 2003-2004 التقى المارد الأحمر مع النجم بدور المجموعات لدوري أبطال العرب، وسيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراتي الذهاب والعودة. ثم لعب الأهلي أمام الفريق التونسي في موسم 2004-2005 في نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الفريقين، ونجح الأهلي في تحقيق التعادل السلبي ذهابا خارج الديار قبل أن يفوز في العودة بثلاثية محمد أبو تريكة، أسامة حسني، محمد بركات ليحصد اللقب. واجه الأهلي النجم الساحلي في كأس السوبر الإفريقي أكتوبر 2007 وأقيمت المباراة في إثيوبيا، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وحسم الأهلي اللقب لصالحه بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4. تكرر النهائي بين الأهلي والنجم بعد 2 فقط في دوري أبطال إفريقيا، وأثار النجم لنفسه في تلكم النسخة بعدما تعادل ذهابا على أرضه سلبا، ليقر الأهلي ب3 أهداف مقابل هدف إيابا في مصر وليتوج بلقب البطولة. المواجهة 8 والتاسعة جاءتا في دور المجموعات بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية موسم 2014-2015، حسم التعادل بهدف لمثله مباراة السوسة، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة العودة في ملعب السويس. في موسم 2015-2016 جمعت مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي بين الفريقين مجددا في دور المجموعات، نجح الأهلي في حسم المباراة الأولى لصالحه بهدف وليد سليمان، فيما فاز النجم الساحلي في مباراة العودة بسوسة بنفس النتيجة. أخيرا لعب الأهلي مع النجم بذهاب الدور النصف النهائي لدوري الأبطال موسم 2017-2018، فاز النجم الساحلي بسوسة بهدفين مقابل هدف، وفي مباراة الإياب حقق الأهلي فوزا كبيرا وعريضا بنتيجة 6 أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب. أفضل ختام لهذا التقرير نتيجة المباراة اللي كانت فيها نتيجة شهيرة 6-4 نجم الساحلي في استاد برج العرب، كانت نتيجة كبيرة جدا في مباراة السيمي فاينال للمباراة اللي احنا وصلنا لها في النهائي مع الوداد المغربي، ما كانش فيه توفيق ان الأهلي يفوز بدوري أبطال إفريقيا في هذه المسابقة أو في هذا الموسم، لكن دايما نتائج الأهلي مع النجم الساحلي إيجابية وجيدة جدا في مصر. في سوسة يعني كانت بتبقى نتيجة تعادل 1-1 0-0، وقليل جدا لما بيبقى فيه خسارة، ودي كانت آخر خسارة الأهلي في سوسة في بطولة دوري أبطال إفريقيا العام قبل الماضي بهدفين مقابل هدف. كابتن عادل، التقرير بيدينا مدلول إن النتائج متقاربة ما بين الناديين خاصة في تونس. النجم الساحلي طبعا فرقة قوية وفرقة محترمة وليها تاريخ وليها خبرات، هما بيمروا بظروف يمكن اداريه وفنيه مش مظبوطه يعني. البنزرتي اعتقد مشي وجي جريدو، بعض من اللاعبين مش موجود. ده البنزرتي وكذا جهاز فني بعديه 1 أو 2، وبعد كده جه جريدو، فكذا تغيير للجهاز. جريدو اظن بقى له اسبوع اتعادل بالزبط في الدوري 2-2 اعتقد. ظروف هنا في استقرار وفي مدير فني بيشتغل بشكل رائع، وهناك لسه انت قلت لي يمكن يكون في تحدي بقى عند اللاعبين. لا، ده عنده مشكله تانية، ان القيد عندهم برضو مشكله اداريه. القيد عندهم كان مسجلين 17 وكانوا متخيلين انه ممكن يضيفوا بعض اللاعبين، اتضح ان ما فيش قيد دلوقتي، فطبعا وفي 2 مصابين اعتقد، فيبقى هيقعد على الدكه اعتقد 2 أو 3. هو عشان ده ممكن يدي حافز للعيبه، بس هو عشان كده تغلب على ده في ايه بقى؟ عشان الناس بس بفهمك يا كابتن عادل، انا اتكلمت في جزئيه مهمه جدا.
النهارده الصحافه التونسيه اتكلمت على ان في لعيبه في النجم الساحلي اتايدت وهيكونوا موجودين زي وجد كشريده، ولاعيب مدافع ليبي هيكون موجود مع النجم الساحلي في هذه المباراه. هو طالما مقيد في الدوري التونسي او مقيد في القائمه المحليه في تونس يستطيع قيده في القائمه الافريقيه، لكن سليماني كوليبالي مهاجم الاهلي اللي حاليا موجود في النجم الساحلي هو مش مقيد في القائمه المحليه للنادي النجم الساحلي في الدوري التونسي، فبالتالي هيكون في صعوبه لقيده في القائمه الافريقيه. عشان بس الناس اختلط على الامر، أيوة. الاتحاد الافريقي فتح القيد من 15 نوفمبر وعامل استثناء السنه دي ان القيد من نوفمبر لغايه يناير عشان البطوله بالنظام الجديد، فعمل ده تسهيلا للانديه، لكن انا كنادي نجم الساحلي عشان اعيد اللعيبه دي لازم تكون مقيده في الدوري المحلي، وفي اثنين مقيدين الدوري المحلي عشان كده عيدتهم افريقيا، لكن مش مقيد محلي مش هقدر اعيده افريقي، وده الاستثناء اللي النجم طلبه عشان يفتح التيم اس في تونس. وبالتالي احنا يعني بفضل الله بفضل الله احنا الافضل اداريا وفنيا وتجهيز وكل حاجه ومعنويا. احيانا احنا بنخسر في تونس في يمكن مرتين منهم، واحده كان الراجل طاير بايديه على ملعبه على ملعب رادس كان نفس الملعب ده، الراجل اللي جاب الجول بايديه دوت والحكم طبعا كلنا شفنا المباراه ديت، انما كان مايكل انرامو انما يعني الحمد لله بفضل الله النتائج الاهلي في تونس كلها يعني في شمال افريقيا عموما الحمد لله نتائج والخبرات اللي موجوده من اللعيبه عندها من المقدره ان هم تشوفت ماتش بتاع الاثنين كسبناه 2-0 في نجم الساحلي اعتقد ولا كان مع صفاقسي الاهلي كسب الصفاقسي في فارس اللي ناجي جده جاب واحد ووليد جاب الجول الثاني كان الترجي التونسي كان الترجي فدايما احنا نهائي 2012 على الرغم ان احنا برضو كنا ما كناش يعني ولكن ولله الحمد اظن كنا متعادلين في ملعبنا متعادلين في برج العرب 1-1 1-1 وكسبنا 2-0 مع الرقفه كان 2-1 2-1 في 2-1 لان هم احنا ضيعنا ضربه جزاء وهم جابوا هدف في اللحظات الاخيره هم اللي كانوا كسبانين احنا كنا كسبانين 2-0 لا احنا كسبنا 2-0 لا في برج العرب لا هي مباراه الذهاب كانت في برج العرب انتهت 1-1 رحنا العوده في رادس كانت دي مباراه العوده وتسليم الكاس كسبنا هناك كسبنا 2 اظن ناجي جده الشوط الاولاني وليد الانفراد وليد سليماني الشوط الثاني اللي حطها بشماله في على يمين على شمال الحارس بالظبط كده فهو يعني المعنويات ودايما لعيبه النادي الاهلي وهي رايحه تونس او رايحه اي مباراه خارجيه هناك تصميم من اللاعبين ان البطوله الافريقيه السنه دي باذن الله تعالى لن تخرج باذن الله باذن الله باذن الله من النادي الاهلي باذن الله دي لقطات خاصه وحصريه لبعثة فريق النادي الاهلي والتدريب الاخير لفريق النادي الاهلي منذ قليل على الملعب الرئيسي للمباراه ملعب رادس الاولمبي وكلنا عارفين المباراه هتكون الساعه 9 بتوقيت القاهره فالاجتماع الفني بيحدد ان تدريب للفريق الضيف بيكون على ملعب المباراه ليله المباراه في نفس التوقيت فده بالظبط هذه اللقطات منذ قليل منذ حوالي نص ساعه في ملعب رادس الاولمبي والتمرينه الاخيره ان شاء الله اللي هي ليله المباراه قبل مباراه الغد طيب كابتن عادل في اللحظات اللي زي دي وانت كلاعب بقى نازل الملعب وده الملعب هتلعب عليه بكره وفي حضور جماهيري بتفكر في ايه الجهاز الفني في اول لقطه في الملعب بيبقى واقف مع اللعيبه كلها ممكن يتكلم يقول ايه طبعا تمرينه بتبقى تمرينه خفيفه بيعمل اذا كان هناك ضربات ثابته او حاجات او فيها تعليمات الى جانب ان هو طبعا بالليل او اذا ما كانش بالليل اذا كان قبل التمرين عمل محاضره فنيه الوقف اللي هما بيقولوها دي نوع من التجميع ونوع من الجماعيه العيله الاسره ان احنا كلنا كجهاز ولاعبين بنتعاهد ان اول ماتش في البطوله الافريقيه ما بيتقالش حاجه غير كده انك انت الملعب ده احنا ان شاء الله بكره الثلاث نقاط هنرجع بيهم باذن الله تعالى دي جمله ممكن تتقال من الكابتن سيد ممكن تتقال من فايلر من المسؤولين الموجودين من رئيس البعثه الدكتور مهند في الفندق كل الامور ديت في خلال الدايره ديت معناها ايه الدايره دي معناها ان احنا بنتكاتف ان احنا بكره ان شاء الله ثلاث نقاط في الطياره ان شاء الله واحنا راجعين باذن الله تعالى ما بيكونش في كلام فني اكتر في الدايره ديت لا لا لا, لا. الفني بيبقى المدير الفني برضو الذكي الامور الفنيه ما يتكلمش فيها كتير لا كتير يحصل نوع من الملل ويحصل نوع من اللخبطه انما انا اديتك تعليمات وشفت انت الماتش يعني انت اكيد جبت له سمير عدلي جاب له ماتشين ثلاثه عشان يتفرج عليهم
ده الكلام ده مثلا هتلاقيه من اسبوعين ثلاثه او فتره طويله. هو كمان عنده في الجهاز سكاوتنج بيعمل ده كمان. جاب له ماتشات ثلاث اربع ماتشات اتفرج عليهم وبعدين حلل الفريق النجم الساحلي بيلعب ازاي واداؤه ايه واللي ممكن واخر ماتش جريده كان بيلعب ازاي. كل الامور دي الراجل اللي في الجهاز بيديها له على اساسه. بقاله يومين في تونس بيتكلم مره في محاضره مره قبل التمرين الاولانيه ممكن يتكلم في الملعب احنا هنعمل تمرينه 1 2 3 لان الماتش اللي جاي احنا هنخترق من الاطراف احنا هنعمل تسديد. يبقى ما بيجيش ليله المباراه ويدي امور فنيه كتير عشان اللاعب وهو نايم يبقى ذهنه صافي صافي وهادي ما بيفكرش انا هعمل ايه بكره. لا انا الكلام ده عملته من يومين ليله المباراه بتعشى بعد التمرينه انا واخد قبل التمرينه واخد محاضره وشايف الجيم اللي انا هلعبه بكره. خلاص الفتره اللي بعد التمرين دي فتره راحه علشان اطلع انام في هدوء من غير اي توتر بحيث ان انا تاني يوم ابقى صاحي وانا محضر نفسي كويس لان برضه هيبقى في محاضره تانية قبل المباراه. ودايما المدير الفني الناجح محاضرته ما بتبقاش طويله. ما بتبقاش طويله لا محاضره طويله معناها ان انا تركيزي هيبقى مش مظبوط. الكلام ده يبقى قبل الماتش باربع خمس ايام. انا النهارده كنت بلعب في الجونه بعد ماتش الجونه اعتقد تاني يوم كان الراجل قاعد معاهم. حقيقة. احنا قرينا ان هو قاعد معاهم. قاعد معاهم يعني ايه؟ لان ليله المباراه انا لا اللي ذاكر ذاكر بقى خلاص. صح. انا ذاكرت فانا قبلها اديت التعليمات ثلاث ايام قبل المباراه المحاضره بتاعتي نص ساعه مجرد ان في لو في هناك جديد طرأ على التشكيل برضه بيعرف التشكيل بتاع النجم الساحلي هيلعبه بمين ومين مين التشكيل بتاعه وبيبقى قبل المحاضره بيدي بعض التعليمات الخفيفه التركيز برضه على شويه حاجات تمام. نفسيه وخلاص. طيب جريده قاده الاهلي في موسم 2013 2014 قعد فتره بس ما كانتش فتره طويله يعني لكن الجيل اللي كان موجود معاه في الفتره دي بنسبة 90% مش موجود في الأهلي دلوقتي لأن الكل هيقول لك جريد وحافظ الأهلي والكلام الإنشاء اللي هو ممكن يكون كعنوان عام لكن تدخل في التفاصيل تلاقي حاجة تانية خالص. جريده كان موجود في الأهلي من أربع خمس سنين لكن التيم اللي موجود دلوقتي مش هو اللي كان موجود من أربع خمس سنين. وجود جريده مع النجم الساحلي قدام النادي الأهلي مدى تأثيره سواء إيجابا سلبا شايف هذه القيادة الفنية إزاي لمدير فني كان موجود في الأهلي كأتموسفير عام إن هو عارف أجواء النادي الأهلي بشكل عام. هو اللاعب مش حاجه صبه كده مصبوبه كده فانا عارف ان انا النهارده احمد فتحي امكانياته كده وخلاص. طب انا كمدير فني كفايلر انا طورت من اداء رمضان انت جريده وعارف ان رمضان بيلعب ازاي هل انت شفت تطوير فايلر رمضان والعمار لكل اللاعبين والوليد ولكل الناس فاذا انا اللعيب بيتطور ومعنى اللعيب بيتطور معناها ان انا ما اقدرش ان انا امسك حاجه في ايديا وابقى ضامنها 100%. حته ان انا عارف اللعيبه طب كل المدربين الفنيين في العالم كله وهو بيلعب اي نادي ما هو عارف اللعيبه وقاريهم وعارف هم بيعملوا ايه امال بيخش في جوال ازاي وهو بيجيب جوال ازاي. بيبقى هناك ثغرات وهناك تفكير وده عبقريه المدير الفني ان انا بلاعب مدير فني عارف امكانياتي انا بتوقع منك انت هتعمل الحاجه الفلانيه تمام. انا بديك العكس تمام لان الفرقه الاهلي الموجوده حاليا ما فيش منها غير ثلاثه اللي جريده اشتغل معاهم في الفتره السابقه وليد سليمان حسام عاشور واحمد فتحي فهم يعني هو عارف اداء الثلاثه كويس جدا وعارف شغلهم واشتغل وعارف امكانياتهم. فده انا اقصد كاعلام بنحب دايما نبرز هذه النقاط او نحط عناوين للمباريات الكبيره زي دي. مدير فني سبق ليه تدريب الاهلي ممكن يكون عارف مفاتيح طرق اللعب بس من فتره طويله فما يعرفش غير الثلاثه دول. طيب اقول لك حاجه يعني ناخد بالمناسبه وليد سليمان هل جريده عارف وليد سليمان في ماتش الجونه لعب فين او اداؤه تطور في الخمس سنين ازاي لا في ماتش الجونه لعب فين انا عايزين جريده بقى يدرس ماتش الجونه يشوف الراجل فايلر لعب وليد فين ممكن يكون في مركز غير اللي جريده اصلا لعب بيه وليد خالص قبل كده. صح. خالص خالص يعني الراجل كان بيلعب هاف ديفندر ولا بيلعب تحت راس الحربه ولا بيلعب صانع هو اللي عامل الاوفر اللي متعب في نهائي الكونفدراليه كان طرف اليمين عبد الله السعيد اداها له وراح عملها له باليمين حتى كان طرف اليمين مش كده؟ فهو يعني حته ان انا مدير فني عارف اللعيبه لا دي بقت خلاص قديمه لا ما ينفعش لان انا في تطوير في الاداء.
كابتن عادل شرفتني ونورتني وبجد انا سعيد جدا بارائك الفنيه، لان بجد احنا دخلنا في تفاصيل فنيه اتمنى يا رب يكون المشاهد استفاد منها. احنا دخلنا في امور المشاهدين بيسمعوا كلام انا على المستوى الشخصي في كلام بسمعه لاول مره، وفعلا اقرب الى الواقع بنسبه كبيره في علم الكوره اللي بيتطور ودايما فيه متغيرات كثيره يا كابتن عادل. بشكرك بجد على الحلقه دي. شكرا محمد، الف وكل التوفيق ليك يا رب. شكرا حبيبي، شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت مهمه جدا، دخلنا في اعماق التفاصيل الفنيه لمباراه النجم الساحلي والاهلي في انطلاقه الجوله الاولى لمباريات دوري ابطال افريقيا. بعد الفاصل الزميل العزيز والناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بالشروق الاستاذ خالد الاتريبي، وفقره مهمه جدا لان الاعلام الرياضي والنقاد الرياضيين تحديدا في الساحه الرياضيه لهم آراء وعندهم كواليس وأسرار، وفي الفترة الحالية في تفاصيل كتيرة ممكن نتكلم فيها. انتظروا هذه الفقرة فيها كلام مهم جدا هتسمعوه في ختام برنامج الأهلي الليلة. وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثالثه والاخيره من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انتم متعودين معانا في ختام الاسبوع دايما في حلقه يوم الخميس اخر فقره بتبقى فقره النقاد الرياضيين والاعلام الرياضي ووجهه نظر الاعلام الرياضي فيما يحدث على الساحه الرياضيه. وبالطبع خلاص احنا داخلين بقى في استئناف مشوار الدوري العام، اتلعبت عدد او حزمه من المباريات خلال اليومين الماضيين. انطلاقه افريقيه للاهلي ان شاء الله ابتداء من الغد، مباراه النجم الساحلي والاهلي في دوري المجموعات دور ال 16. لذلك في تفاصيل كتير هنتكلم فيها، في أمور متعلقة بالدوري المصري في المرحلة القادمة، البطولة الإفريقية ونظامها الجديد، القيد في المرحلة القادمة، النجم الساحلي والأهلي والصحافة التونسية قالت إيه، الصحافة المصرية والإعلام الرياضي في مصر تعامل مع هذه المباراة إزاي. كل هذه التفاصيل هنتكلم عليها مع ناقدنا الرياضي الأستاذ خالد الإتريبي رئيس القسم الرياضي بجريدة الشروق. منور الدنيا يا خالد، إزيك؟ ربنا يكرمك يا محمد. الحمد لله. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. تحب نبدأ منين؟ من أي مكان أنت عايزه. من أي مكان. طيب نبدأ بالحدث الأهم، مباراة النجم الساحلي والأهلي غدا إن شاء الله في استاد رادس. أولا الإعلام اهتم بفكرة المباراة في رادس مش في سوسة، ولا الإعلام نظر للمباراة إزاي؟ لا الإعلام نظر للمباراة إن هي مباراة في مستهل مباراة النادي الأهلي في دور المجموعات، مباراة مهمة مع خصم مش سهل. مش بعترف أنا بحتة إن النادي الأهلي التاريخ والمواجهات مع الأندية التونسية هو الموضوع اللي بيكون فاصل أو بيكون يعني ترتكز عليه في المباريات اللي بتلعبها، لا دايما بتشوف ان المباريات بتحسم في الملعب بالجهد بالعرق بالتفكير بالتخطيط، بانك بتشوف الامور ماشيه ازاي في الملعب بتركيزك، كل ده هو ده المفروض انك تركز فيه او انك تشوف الموضوع ماشي ازاي. ولكن قصه التاريخ وقصه ان الملعب رادس او ملعب مش هتفرق كتير، النادي الاهلي لعب في الملعب ده ولعب في الملعب ده قبل كده، لكن انك بتدرس المنافس بتاعك ازاي هو ده الاهم في الموضوع. طيب الناس سخنت ان في بطوله افريقيه هتبدا للانديه ولا لسه الناس ما دخلتش في الاجواء؟ توقف الدوري اضر الناس كتير، اضر الفرق كتير، كل الفرق حتى في الدوري اضر الفرق. دايما في اي توقفات طبعا باستثناء النادي الاهلي اللي هنعتبره دايما بحاله متفرده او حاله شاذه في الموضوع، دايما اي توقف لاي دوري بيعمل قلق اكتر في الفرق الكبيره. يعني لو جيت بصيت على عوده الفرق، عوده الدوري المصري، لو جيت بصيت على الزمالك هتلاقيه اتغلب من انبي، لو بصيت على بيراميدز هتلاقيه اتغلب اتعادل مع اسوان. فدايما لما بتلاحظ لما التوقف بيطول الفرصه بتبقى اكتر للفرق الوسط او الفرق الصغيره، انما الفرق الكبيره دايما لما بتكون ماشيه على نسق معين النسق ده بيتكسر. الا اذا دخلنا لو اتكلمنا بقى عن النادي الاهلي الامر مختلف، يعني زي ما قلت لك في بدايه كلامي النادي الاهلي هنا حاله شاذه، لان حقيقي المدير الفني فايلر نجح انه يخلق دوافع كبيره للفريق، نجح انه يحافظ على النسق بتاع الفريق وده مهم جدا. بس عشان نخلينا في النقطه اللي احنا بنتكلم فيها، هو ان دايما الفرق الكبيره هي الاكثر تضررا من اي توقف للدوري، ده شيء معروف يعني. تمام اوكي. طيب الجزئيه بقى المتعلقه بالمباراه نفسها بالنسبه لفريق النادي الاهلي، تلاحظ ان القائمه اللي كانت موجوده في مباراه الجونه هم ال 22 لاعب اللي سافروا في مباراه النجم الساحلي، ده حللته ازاي او شفته ازاي؟ ان الراجل كان بيفكر في المباراتين
ولا بيفكر في المجموعه اللي هتشارك في الجون عشان يحضرها بشكل ايجابي لمباراه النجم؟ وكمان كانت في لعيبه كان على الدكه، البعض كان بيتوقع انها تبدا في التشكيله الاساسيه، فكل هذه الامور حللتها ازاي في الساعات الاخيره؟ هاخد من كلامك حته ان الناس كانت بتتوقع ان بعض التشكيلات المعينه او الحاجات المعينه بالنسبه للنادي الاهلي، وكان في مفاجاه ان هو ده مش هو ده اللي حصل. تمام. ليه؟ لعده اسباب. كل اللي حصل في المباراه وكل المحللين وكل واحد كان مستني النادي الاهلي بعد فتره غياب طويله، كله كان متوقع مثلا ان حسام عاشور هيلعب ديفندر، ان احمد فتحي هيلعب ديفندر، كله تفاجأ بالتشكيل. مظبوط. ده يقول لك ان فايلر من نوعيه اللي هي ما بتعترفش بالقوالب الجامده، ما بتعترفش بالثوابت في الملعب، دايما عنده مرونه تكتيكيه وشيء وليه رؤيه مختلفه للعيبه النادي الاهلي، وده اللي بيبان. عشان كده دايما بقول لك اي تشكيله واي خطه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه بحسب التفكير الخططي لفايلر هتحس ان هو مفاجاه بالنسبه لك. دايما المفاجاه مش هتبقى في مباراه او مباراتين، هو راجل بيلعب حسب مجريات الامور وحسب الفريق اللي قدامه في بعض الاحيان، لكن هو بيشتغل على نفسه في الاحيان اكتر، بمعنى ان هو عايز يطبق فكره، والفكره دي انا قلتها قبل كده، ان هو يطبق فكره الكتله الواحده او الوحده الواحده. دايما لما الكره تكون معاك الفريق كله بيتحرك وحده واحده في الهجوم وكذلك في الدفاع. كان البعض بيقول في الاول ان فايلر مش هيقدر ينفذ ده على المدى البعيد علشان لياقه لعيب النادي الاهلي او لياقه اللاعب المصري عامه ما بتستحملش ده او لا تستوعب ده، لكن مع سير الامور ومباراه تلو الاخرى لقينا النادي الاهلي قادر انه يعمل ده، قادر انه يعمل ده بشكل كويس جدا كمان، قادر انه يهدف، قادر انه يكون عنده غزاره تهديفيه، وهي دي نتائج الوحده اللي بقول لك، انك دايما بتكون حاصر الفريق اللي قدامك في منطقه جزائه، علشان كده بيكون عندك عناصر. انت كفريق منافس ما بتكونش عارف النادي الاهلي هيهاجمك منين، هيهاجمك عن طريق حسين الشحات ولا هيهاجمك عن طريق قفشه ولا عن طريق رمضان صبحي ولا عن طريق المهاجم اصلا ولا عن طريق الظهير، كل الفرقه بتلاقيها تدخل منطقه الجزاء، عشان كده دايما بتلاقي الاهداف قليله شويه بالنسبه للمهاجمين، لكن كل الاهداف جايه عن طريق حسين الشحات، رمضان صبحي، الاطراف بيجي عن طريق العمق. ليه؟ ده نتيجه لتفكير فايلر لخطه النادي الاهلي. طيب هل الاعلام قرب من ريني فايلر بشكل ايجابي بشكل قوي؟ لان دايما الجمهور بيتوقع او الجمهور بياخد الانطباع بتاعه من اللي بيتكتب في الاعلام، من اللي بيتقال في البرامج، من اللي بيتكتب في الصحافه، اللي بيتكتب على المواقع السوشيال ميديا. هل ده حصل ولا الجمهور اصلا قرب من فايلر من خلال ال 90 دقيقه بس، ودي هتبقى رؤيه جديده للصوره الايجابيه اللي ممكن الجمهور ياخد فيها انطباع عن اي مدرب بعيدا عن الاعلام وعن السوشيال ميديا؟ جمهور الاهلي جمهور ذواق للكوره، بيحب الكوره الحلوه. جمهور الاهلي كان النادي الاهلي بيكسب الدوري مثلا لو لعب 3 4 مباريات في الاخر او 5 6 مباريات بمبدا، وده حصل مع لاسارتي على فكره، بمبدا اللي تكسبه العبه، اللي هو انا كسبت خلاص احافظ واطلع بنتيجه كويسه. طبعا هو عمل مباريات كويسه، لكن كان في بعض المباريات الاداء التكتيكي فيها مش عاجب جماهير النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي خد الدوري بس مفيش لمسه جماليه، مفيش غزاره تهديفيه، عشان كده الجمهور الاهلي بيحب اللعبه الحلوه زي ما بقول. هو شايف ان ده موجود مع النادي الاهلي في ظل وجود فايلر، شايف كره هجوميه بيقدمها، شايف في شخصيه كبيره، شخصيه النادي الاهلي هو المسيطر اللي هو له اليد العليا في الملعب. دي شخصيه كان جماهير الاهلي وحش جماهيره انه يكون بالشكل ده، فلما لقيوا ده موجود في فايلر اكيد انا شايف ان في حاله من الحب المبكره بدات من جماهير النادي الاهلي لفايلر، لكن له ما يؤيده، يعني هذا الحب له ما يؤيده من جماهير الاهلي لفايلر. بس مش مستغرب ان المره دي الطريقه مختلفه، ولا هو عصر جديد بالنسبه لحب الجماهير او متابعه الجماهير للكوره؟ لان مانويل جوزيه لما قرب الجمهور بدايه ما كانش من خلال الملعب قوي، كانت من تصريحاته، من تريكاته كده مع عدد من اللعيبه مثلا بالاخبار اللي بتتكتب. فايلر تصريحاته انا ما بشوفهاش خالص، قليله جدا، حتى تصريحاته طبيعيه هاديه، مش فيها النوع الاجريسيف او التصريح اللي ممكن يسمع مع الجمهور بشكل قوي. خليني اكون واضح معاك في الحته دي، اول ما النادي الاهلي تعاقد مع فايلر كان حتى ناس بتقول لك يعني هو ده اللي هيكشر في لعيبه الاهلي، هو ده اللي هيقدر يحكم الفريق المدجج بالنجوم ده، الثوابت اتغيرت، هو ده اللي هيعرف يقول لده انت هتقعد على الدكه، وده
اللي هيقول لا انت هتكمل وهو اللي يقدر يخلق الدوافع. اهم حاجه هي السيطره على غرفه الملابس زي ما بقول. مظبوط. السيطره على الغرفه على البدلاء ده اهم حاجه، انك تقدر تخلي البديل او مش بديل العنصر اللي ما بيشاركش بشكل اساسي على طول انه جاهز في اي فتره انه ينزل الملعب. فلما بمرور الوقت لقينا ان الموضوع مختلف، مش ان هو ما بتحكمش بالشكل او لا هو هادي الطباع يبان لك ده، لكن هو حازم جدا، وده اللي انا اعرفه، حازم جدا في امور كتير جدا، وكل ما يهتم بادق التفاصيل كل ما يتعلق بعمله هو عارفه كويس جدا ومهتم بيه كويس جدا. سواء معارين او موجودين او بدلاء هو عارف كويس جدا بيعمل ايه، كل التفاصيل هو حاطط ايده فيها، كل التفاصيل في. وده على فكره ده ميزه، هو كان في بالنسبه لفايلر مجله فرنسيه سويسريه عملت معاه يوم معايشه هنا في التيتش. بداوا من اول ما كان في الفندق لحد نهايه اليوم، وحكوا انا مش فاكر الاسم بالظبط بس حكوا ده بالتفاصيل اليوم وبالتفصيل الممل، ولقوا وكتبوا ده ان هو بيهتم بادق التفاصيل. حتى حكوا بعض المواقف او الكلام مع بعض اللاعبين في الفريق، لا واضح ان هو عارف كويس جدا بيعمل ايه، عارف ان هو ده الحوار اللي كان فيه جزئيه التصريح بتاع احمد فتحي تقريبا، وهو كمان مفيش حاجه بالنسبه له صدفه لما قال لك لقيته بيتكلم معايا في تفاصيل جوه المباراه، رغم ان انا عملت ماتش كويس بس اتكلم معايا في تفاصيل انا بقيت مقتنع ان الماتش الجاي لو قعدت الراجل ده فير. طبعا هو ما بقول لك هو مش واخد حاجه بالصدفه، يعني هو مش بيمشي الحاجه بالفهلوه زي ما بيقولوا، لا كل حاجه مدروسه، كل حاجه سويسري ساعه بالظبط يعني ساعه يعني. طيب كل الكلام ده كويس جدا يا جماعه، والموسم لسه طويل، انا برضو عشان سقف الطموح والكلام ده انا بقوله من اول يوم الراجل متولي فيه المسؤوليه من يوم 2 سبتمبر، قلت مشروع للمستقبل ومشروع ان شاء الله هينجح باذن الله، والبدايه موفقه حتى اول 7 مباريات ما بين افريقيه ومحليه ومباراه سوبر عمل نتائج ايجابيه، ونفس الرقم اللي كان حققه مانويل جوزيه في اول قياده فنيه او ثاني قياده في موسم 2004 2005. لكن الجوزيه بقى العنوان اللي انا عايز ابرزه، دايما الاعلام بيقول اول اختبار افريقي، اول اختبار هام، مباراه خارج الارض، الاهلي اخر 4 5 سنين في بطوله افريقيا ما بيحققش نتائج ايجابيه خارج مصر، هل ده منطقي ان يتقال على فايلر في التوقيت الحالي فكره اول اختبار، ولا الاعلام ممكن يشوف المساله دي ازاي، لان مباراه النجم الساحلي الناس شايفاها باطار مختلف تماما عن ال7 مباريات اللي فاتوا، وانا شايفها ان هي في اطار مباراه من ضمن المباريات اللي الاهلي بيأديها في الموسم. والله بص هقول لك على حاجه، دايما حتى والكلام ده بيتم تداوله ويقول لك هو الاهلي لسه ما قابلش فريق قوي لحد دلوقتي، وان كل اللي حصل ده ما تحكمش عليه، ما تحكمش على فايلر بيه. خليني اقول لك حاجه ثانيه، لو فايلر او النادي الاهلي خسر ماتش ولا ماتشين ولا ثلاثه طبيعي يحصل ده في الكوره، لا من الماتشات اللي كسبها كان الماتشات اللي فاتت كان الوضع هيكون عامل ازاي. في ناس بتنكر على بعض حتى الصحفيين المنتمين للنادي الاهلي او بيشجعوا النادي الاهلي او وده وارد على فكره. سيبك من قصه، انا واحد من الناس بعتبر ان قصه انك تقول لي الاعلام المحايد دي مش موجوده في العالم كله على فكره، موجوده بره اصلا، مش موجوده في العالم كله على فكره. عندك اكبر مجلتين في اسبانيا دي محسوبه على الريال ودي محسوبه على برشلونه خالص، طبعا مش موجوده، والدعاء المثاليه اللي عند البعض ده مش موجود، خاصه لما الموضوع يجي في ملعبه فبتلاقي حد تاني خالص. خلينا نقول ان فايلر نفسه لو خسر ماتش واتنين كنت هتلاقي هجوم وانه لا يستحق انه يكون موجود في النادي الاهلي. هناك بقى من ينكر على من يرى ان فايلر مشروع كويس يقول لك لا هو لسه في حين ان هو لو كان خسر ما كانش هيبقى لسه يعني هو لو كان خسر اي مباراه من المباريات اللي هو لعبها هيقول لك لا خلاص ده لعب بقى له 7 مباريات وبقى له اكتر من 2 شهر ولا 3 شهور مع الفريق، انت بتتكلم ازاي؟ واخد بالك؟ هنا في اختلال في المعايير، عشان كده دايما ازدواجيه، عشان كده قلت لك اول اختبار مباراه بجد، لا ما عشان كده بقول مباراه خارج مصر، علشان كده بقول لك هتحكم احكم زي ما انت شايف بالمعطيات الموجوده قدامك. فريق ما فيش حاجه اسمها اساسي وبديل، زمان كان بيقول لك ان في لاعب ملوش بديل في النادي الاهلي، ده كله معروف وفي اف معروف ان في لاعب ملوش بديل. دلوقتي هل تقدر تطلعني من الفرقه حد لاعب ملوش بديل؟ لا كله ليه بديل، اذا كان اللي قال على عبد الله سعيد ملوش بديل، قال على محمد صلاح عنده اكتر من بديل، انا بقول لك كله في الفريق له بدايل، ده مش تقليل من حد سابق ابدا، ولكن دايما انا بشوف ان اللي ملوش بديل فعلا حاضر وجاهز هو المدير الفني.
هو المدير الفني. هو المدير الفني هو اللي بيقدر يطوع كل الامكانيات اللي موجوده قدامه. بمعنى انك لو انت بتعتمد على لاعب مثلا في خطه معينه ان هو ده البلاي ميكر بتاعك، انت ممكن تغير الخطه كلها عشان لاعب مش موجود. ده دورك، دورك انك تبدع وتبتكر وانك تستخدم الادوات اللي موجوده، مش دورك انك تحط 11 لاعب وتقعد على الخط تتفرج، لا مش هو ده دورك. عشان كده بقول لك اي حد هيتكلم على فايلر يقول لك بقاله كم مباراه مثلا فازها او كسبها ده مش معيار، قول له لو كان خسر كنت هتقول كده؟ كنت هتقول اديله الفرصه واديله الوقت، ولا كنت هتقول انه بقاله وقت طويل؟ هنا مش مكان للدفاع عن حد. او انا بقول لك نمجد لا نمجد في حد، طالما راجل شايف شغله كويس وبيعمل اداء ونتائج كويس حاسبه على ده. ما تقولش اصل لو كان، اصل لو ما كانش، لا حاسبه على النتائج الموجوده وعلى الاداء اللي ظاهر وعلى المعطيات اللي كانت موجوده عنده. قبل مباراه الجونه كنا بنقول الاهلي هيلعب مين في خط النص وعنده ازمه، وحمدي فتحي ومحمد محمود و وديانج مصاب، هيلعب بمين؟ كله تفاجأ بالمنظر الموجود، مفيش حد توقع خطة النادي الأهلي في المباراة. طيب. وعلى فكرة ولما أعلنت الخطة أو أعلن التشكيل محدش كان عارف، ما كانش حد عارف الترتيبة جوه الملعب إزاي. بالظبط. ولما الترتيبة دي بانت في الملعب البعض شك وقال لك الأهلي ممكن يخسر النهاردة. ده كده، إنما الأهلي كسب أربعة. كسب أداء ونتيجة. تلاقي اللي يقول لك أصل الجونة فريق مش مقياس، الجونه مش مقياس، الزمالك مش مقياس، الانتاج الحربي مش مقياس، اسوان مش مقياس. طب ده يجيب لكم منين؟ يعني نطلع يعني النادي الاهلي يلعب بره مصر، يلعب في دوري غير مصر عشان يعني يحترف؟ النادي الاهلي يطلع يحترف عشان الناس تعترف ان في شغل بيتم على ارض الواقع وان في لعيبه موجوده من النوع اللي يليق بالنادي الاهلي؟ خلينا كل هو ده اللي بقول لك المفروض المعايير اللي يتم الحكم بيها. انا بقول لك ولو جيت هنا ضيف في مكان وكان بيأدى البطولة. وياما بدأ بطولة، وياما بدأ البطولة بنقطة من مباراتين وأحرز الكاس. ده ردا على اللي بيقول لك اختبار لفايلر. لا مفيش حاجة اختبار، في حاجة اسمها احتكاك قوي أقول لك أه، في حاجة أقول إن دخل في الأجواء مباراة قوية أقول لك أه، حاجة تقول لك لا بص دخل في الأجواء. هو طبعا هو فايلر دخل في الأجواء، الراجل المفروض باللي بيحصل في الملعب وإنه يقول لك إن مفيش أساسي وفي بديل، لا الراجل ده عرف كل وامتلك كافه ادواته، واللي يقول كده غير كده يبقى راجل مش منصف. لا ما يعني كمعرفه عايز اقول لك ان اكتر واحد مستفيد من فتره التوقف دي، سيبك بقى من اي كلام ممكن يتقال كليشيهات، اكتر واحد المفروض يكون استفاد وواضح استفادته من فتره التوقف هو فايلر. هو مش معاه اكتر من نص التيم طبعا، بس راجل عرف المجموعه اللي موجوده معاه. يعني مثلا واحد زي وليد سليمان لعب اساسي المباراه اللي فاتت، ودي اول مره تقريبا يلعب مع فايلر، يلعب اساسي مع فايلر، في حين ان في بعض الناس تقول لك هو وليد سليمان هيكمل ولا مش هيكمل، هنجدد له ولا مش في النادي الاهلي. بعض الجماهير انا شوف وبعض الناس بتقول لك هيجدد. وليد سليمان لاعب لا غنى عنه، احمد فتحي لاعب لا غنى عنه، شريف اكرامي لاعب لا غنى عنه، حسام عاشور لاعب لا غنى. مفيش فريق بيقوم على شباب بس،
ومفيش فريق بيقوم على كبار بس، لا دايما الفرق الكبيره بتجمع ما بين عنصر الخبره وعنصر الشباب. وما تنسوش في 2012 لما الاهلي لعب الترجي في رادس وفاز بالبطوله الافريقيه، وكان ابو تريكه قاعد على الدكه، تريكه وبركات كانوا على الدكه، على الدكه، واللي كان بادئ الهجوم ساعتها جده والسيد حمدي. لكن وجود ابو تريكه نفسه على الدكه ومحمد بركات على الدكه ده بيدي تقل للفريق. ده يعني اي ده الاهلي طبعا، ده اللي انا عايز اوصله للناس، ده الاهلي. ففكره لما تسمع او تقرا منشيت اول اختبار ارمي ورا ظهرك، لان لسه الموسم طويل والاحتكاك في كل مباراه زي بعضها، المباريات كلها زي بعضها، الجونه زي النجم الساحلي زي اسوان زي الهلال السوداني، هي كلها مباريات. الاهلي عايز يكسب كل المراحل دي لانه في النهايه عايز يوصل انه يكون بطل الدوري، بطل دوري ابطال افريقيا، فالتقييم يكون على الموسم والمرحله كلها مش مباراه مباراه. انا عايز اقول لك على حاجه، احنا المطالبه اللي احنا بنطالبها ديت هي مش مطالبه للاعلام على فكره خالص، يعني هي مطالبه مش للاعلام، مش للاعلام على الجماهير، لا 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 هي بالعكس، هي مطالبه للاعلام ومش مطالبه للجماهير. واقول لك ليه، جمهور الاهلي بقى واعي بطريقه انا ما كنت، على فكره انا دايما شايف ان جمهور الاهلي جمهور واعي وجمهور مثقف، لكن في مواقف حصلت الفتره اللي فاتت خاصه امبارح تقريبا او اول امبارح بان فيها وعي جمهور الاهلي بشكل انا ما كنتش متخيله بصراحه، ووقفته في ظهر النادي مش ممكن. يعني زمان مش جمهور الاهلي بس، اي حاجه بالشكل ده بتطلع او اي خبر كان بيطلع سلبي ويهدف لحاجات معينه الجميع يعلمها كويس، كان بتلاقي ممكن يكون في انقسام، يعني بنسبه 50% الجمهور مصدق و50% مش مصدق، او 60% مش مصدق و40% مصدق. لكن من خلال متابعتي للموضوع هو موضوع مؤمن زكريا، تمام، ربنا يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامه وان شاء الله يرجع يكسر الدنيا تاني، مؤمن لاعب محترم وان شاء الله ياما فرحنا كتير وان شاء الله يرجع بالسلامه باذن الله، دعواتنا ليه. اللي حصل من جماهير النادي الاهلي بالنسبه لي كان مفاجاه الحقيقه، لان شفت الحمد لله متابع بشكل كبير السوشيال ميديا ومتفاعل معها بشكل كبير، كميه وعي، واول واحد كان بيدافع عن النادي الاهلي مش اعلامه مش مسؤوليه، لا هم الجماهير، هي الجماهير اللي بتصدق اللي ما تصدقش على ناديها ان ممكن يبيع اي مبدا من مبادئه، هي دي الجماهير الواعيه بجد. عشان كده بقول لك في وعي اختلف، والوعي جماهير النادي الاهلي اختلف، طبعا ده مش تقليل من الوعي السابق ليهم، ولكن لا بس عشان الامور اختلفت عن الاول، امور لا جماهير النادي الاهلي عارفه بتتعامل مع مين كويس، عارفه بتتعامل مع اداره كانت في مواقف صعبه كتير جدا مرت بيها، كان تكتفت عليك وتكتلت عليك العديد من العوامل السلبيه الموسم اللي فات، ونجح النادي الاهلي انه يعبر من كل الازمات دي منتصر. هي فدي كانت سبب من اسباب زياده ثقه الجماهير في النادي الاهلي، وان النادي ده على مدار تاريخه عمره ما تخلى عن حد خاصه لو كان في حاله صحيه مثل حاله مؤمن زكريا. فبالتالي لما نيجي نوجه رساله مع انا اعلامي بقول لك، ويعني لا نوجه رساله الاعلام ان هو لابد ان احنا نحكم مش هقول لك بمعايير ثابته، لكن بمعايير تقترب من الموضوعيه، كمان مش بقول لك ايه تقترب الموضوعيه من الموضوعيه، لان زي ما بقول لك انت مؤمن بفكره مفيش حاجه اسمها اعلام محايد، بس ومؤمن بفكره ان اللي عندنا في بعض الاوقات ان المنطق انتحر يا محمد، مفيش منطق في التعامل، مفيش منطق اساسا كمان في تناول الخبر وتصديقه خالص، مش حتى في اللي انت تناقش الخبر، لا في تصديق الخبر والمعلومه نفسها خالص، لان كمان الخبر هو بيتقال الخبر عنوانه متضارب مع تفصيلته. هو انا مش عايز اخلي الموضوع، انا بتكلم بشكل عام طبعا، بتكلم على حاله أنا كيس أنا واحده، انا واخد حاله قريبه بقول لك فيها لما هنيجي نوجه رسائل بعد كده هنضطر ان احنا نوجهها للاعلام مش العكس. المفروض طبيعي ان الاعلام هو حامي المبادئ، حامي الروح الرياضيه، هو المحرك الاساسي لاي شيء يدعو الى نبذ التعصب ويدعو الى عدم التفرقه بين كل الناس، مش انه ياخد او يكون سبب في التشكيل ده ابدا. مش دورك، ده مش دورك، لا دورك على فكره، لا هتقول لي مش دوري احل مشاكل مش مطيبات، لا انت دورك تنقل الواقع كما هو، ده دورك. تمام. طيب واحنا بنتكلم عن الاعلام النهارده الصحافه التونسيه والاعلام التونسي كان بيتكلم النجم الساحلي بس عد ازاي لمباراه الاهلي،
واتنشر الخبر بس ما تشرحش للناس ازاي، وده برضه عمل بلبله وخلى بعض الناس ما تبقاش فاهمه القيد او القيد الافريقي. وانا حتى كنت معاك قبل الهوا بنقرا الخبر، بس بعد كده طبيعته وقريت تفاصيله، ان في لعيبه مقيده في القائمه المحليه مع النجم الساحلي. القيد الافريقي بدا من 15 نوفمبر لغايه نهايه يناير، فطالما القيد المحلي مغلق والتيم اس مش شغال، فما ينفعش تأيد لعيب في القائمة المحلية عشان تأيده إفريقيا، لكن ينفع تأيد لعيب في القائمة المحلية هو مقيد عندك محليا تأيده إفريقيا. ده حصل مع اتنين لعيبة، بس الإعلام لما نقل الموضوع ما شرحش للناس، فالناس توهمت أو افتكرت إن حصل فتح للقيد استثناء عشان الفريق المنافس يقيد عدد من اللعيبة. هي برضو فكرة الوعي اللي أنت بتتكلم عليها. ما هو اللي بينقل الخبر، زي ما بقول لك اللي بينقل الخبر لابد إن ينقله بتفصيلاته، لازم، إنما ما يوجهوش في اتجاه واحد. على فكره هي عشان القارئ ما ياخدوش في اطار ان لا ده ايه ده في ايه ده ازاي مؤامره والكل يتكاتف. لا مش كده خالص، ما بقول لك مش هو ده دورك. دورك انك تنقل زي ما قلت لك، تنقل الحقائق زي ما هي وتوضح. لو انت شايف ان في حاجه مستاهله انك توضحها لازم توضحها. انت نفسك لما تحس في احيانا لما بيجي لنا خبر وبنحس ان احنا ريحته كده مش لا او غامض بالنسبه لنا وبندور على ان احنا نفهمه، اكيد مش المفروض ان احنا ننزله زي ما هو جاي لك. لا طبعا، ما طبيعي انت كصحفي خدت وقت انك تفهمه، مع احترامي برضه، ما القارئ لازم توضح له انت اكتر منك، لانك انت خدت وقت شويه انك تفهمه. امانه نقل الخبر والمعلومه ما بتسمعهاش كتير الفتره الاخيره انت. ما بشوفهاش، بسمعها بس ما بشوفهاش. حقيقه بص، في الحق يعني ممكن هقول لك اللي عايز يزعل، مش هقول لك انه يزعل، بس يراجع نفسه قبل ما تزعل من الحق اتبعه، قبل ما تزعل من ان حد بينتقد شغلك. طب تخلي شغلك كويس، لان في حاجات كتير جدا. في ناس كانت بتقول لك ايه اللي يعمل فتنه في حوار او موضوع، انا مش عايز اتطرق الموضوع كتير، خلينا نتكلم في مباراه النجم. مباراه النجم مباراه قويه، مباراه صعبه، مش اختبار حقيقي لفايلر لا خالص، هو محق قوي، هو بننتظر ان النادي الاهلي يكون انطلاقته نحو اللقب اللي استعصى شويه على الفريق الفتره اللي فاتت، وده وارد برضو، واحنا مستنيين بقى، بس هو اللقب اللي احنا مستنيينه منتظر انك تحققه بانطلاقه قويه، واحنا واثقين في لعيب النادي الاهلي، نملك من الخبرات ما يؤهلنا ان احنا نطمح ونطمع في تحقيق الفوز وباداء كويس، نملك من الاداره الفنيه مدير فني واعي واثبت الفتره اللي فاتت انه قادر انه يقود الفريق في ظروف صعبه، في غيابات كتيره، اصبح وانت قاعد عارف ان مفيش اساسي ومفيش بديل، اصبح انك وانت كمدير فني منافس مش عارف النادي الاهلي هيلعبك بانهي خطه وانهي تشكيله. وعلى فكره دي مدارس، في مديرين فنيين زي كلوب مثبت تشكيلته طول الموسم، واي تغيير بيتم فيها بيكون يا اما الروتيشن البسيط يا اما ان في لاعب عنده مصاب. وفي مدارس ثانيه بيحط حوالي 6 أو 7 لعيبه وبيلعب في الباقي اللي بيخدم اهدافه. ما انت ممكن 4-1-4-1 مش 4-4-2 4-3-3 ممكن ده يتم في كل الاوقات، تمام، لكن ايه اللي يحافظ لك على الطابع والنسق العام بتاعك ان انت دايما متسيد؟ انت ممكن تلعب بخطه يبان ان هي دفاعيه وتضمن لك انك تكون متسيد المباراه. هو ده اللي بيعمله فايلر. لو قعدت تقرا الخطط هتلاقي ان مباراه عكس مباراه تانية او بخلاف مباراه تانية، على الورق بتلاقيها ارقام مختلفه عن اللي احنا بنعرفها، على الواقع بتلاقي النادي الاهلي كله قدام في الهجوم، تمام. طيب بكره ممكن يكون فيهم فجاه حلوه للجماهير، ارتداء تيشيرت جديد لون جديد. لا ما عندك معلومه؟ لا مش معلومه. هو يقال ان تيشيرت النادي الاهلي اللي هو الاسود تقريبا بكره، بس هو بكره الاجتماع الفني هيتحدد فيه كل الملامح دي، بس النجم بيلبس التيشيرت الاحمر، التيشيرت والشورت الاحمر، فالاهلي عنده لونين بديلين. مش عارفين بقى الاهلي هيلعب بين واحد، هي لو حتى مفاجاه يعني تخليها مفاجاه خليها مفاجاه. طيب اوكي، طيب في جزئيه متعلقه بتغيير الاجنده الافريقيه، وتغيير الاجنده الافريقيه ده ممكن يهدد نظام الدوري. الاول عندك معلومه جدول الدوري؟ جدول الدوري طلع ثانيه واحده بس، انت بتقول يهدد ايه؟ جدول الدوري. لا انت قلت نظام الدوري. ما هو جدول الدوري من ضمن النظام. لا ما هو فين النظام؟ لا ما هو كلمه النظام لا تتفق مع كلمه الدوري خالص على الاطلاق. لا قولوا يهدد الدوري اقول لك ماشي، لما يهدد نظام الدوري، نظام دي كلمه قويه جدا، يعني صعب ان هي تكون موجوده في الدوري العام يا جماعه. طيب ازاي؟ مالهاش كلمه نظام. اتفق، اختلف معاك. بيهدد جدول الدوري اللي لسه ما طلعش.
اللي هو دايما مهدد. ده دايما الحاجه الحيطه المايله في العالم كله, ده دايما المهدد على طول, ده دايما اللي ما بتقوملوش قومه, في حين ان هو بيوحشنا يا اخي. الدوري المصري هو المفترى عليه دايما, هو اللي متاكل حقه دايما, هو اللي كده على طول انت واخد بالك, وهو دايما بيكون اكتر الكوميك موجود عليه على الفيسبوك, هو دايما بنسخر منه, لكن اكاد اجزم ان كل الجمهور المصري بيستنى الدوري وبيستنى انطلاقته وبيقعد يتفرج على مباراه الدوري. هو انت محتفظ بالجدول القديم ولا مستني الجديد؟ لا هو مع, مش هقول لك مش هظلم الاتحاد الموجود الحالي, هو مع اي اتحاد كوره موجود ما بحتفظش باي جدول بصراحه. لا كل شيء قابل للتغيير خاصه في الدوري. طب انت شايف تغيير الاجنده الافريقيه ده انت تاثيره ازاي؟ لا اكيد هو الضغط اللي حصل ده بشكل غير طبيعي, اكيد هيحصل تغييرات في الدوري اللي ما اتعملش لسه. تغيير اللي ما اتعملش لسه هي كلمه تغيير دي يعني كانت في حاجه ثابته وانا غيرتها. لكن انت بتقول تغيير على حاجه ما اتعملتش. ما هو في الاذهان بقى يعني. في يعني في ناس كده يعني المفروض ان هم يستقروا على المسابقه في اذهانهم وفي احلامهم تمام. فيعني الحمد لله ان شاء الله يحصل تغيير في الحاجات اللي كانت في احلامهم باذن الله ان شاء الله. طيب الاهلي عنده اسوان او عنده قصدي الكاس بني سويف بعد مباراه النجم, وبعد مباراه الكاس عنده مباراه الهلال السوداني. يعني انت بتتكلم في ظرف اسبوع معروف مباراتين, لكن بعد كده محدش عارف الدنيا ايه. انت مصر هل عندك معلومه ان يبقى في مباراه مؤجله الاول ولا مباراه دجله اللي هتتلعب؟ لما يكون السؤال ده طرحه الكابتن سيد عبد الحفيظ قبل السفر لتونس. استاذ محمد انا مش هطرح موضوع كده الا لما يكون في استاذ محمد انت تسالني يكون عندك معلومه. لو اللي في ايده القرار عنده اصلا معلومه, يعني هو لو عنده معلومه كنا ممكن نتواصل معاه ونعرفها. يعني المنظم المسابقه لو عنده معلومه هو هيعمل المسابقه ازاي كنا سالناه, لكن هو لحد دلوقتي لسه ما يعرفش, فبالتالي مش هيكون عندي معلومه لحاجه مش موجوده من الاساس. بس هي دي الفكره يعني. هي الازمه ان احنا عندنا اولمبياد طوكيو في 7, فلازم الدوري يخلص في 6. مش الدوري, الدوري والكاس والسوبر. هو الازمه كده بس؟ طب ايه الازمه؟ الازمه ان احنا لازم, وهنا قلت وهفضل اقول, طول ما احنا بندير الامور بعشوائيه وبهدار بالشكل ده هيفضل عندنا الثابت الازمه, واللي يعني الثابت الازمه والاستثناء هو ان انفراجها. انت فاكر اخر بيان للنادي الاهلي ساعه ازمه الدوري والمباريات المؤجله؟ مش هتكون, حابب اقول لك مش هتكون المشكله الاولى, ومش هتكون الصدام الاول بين النادي الاهلي وبين اتحاد الكوره. هو الاهلي مش صدام بس الاهلي, لا انا النادي الاهلي النادي الاهلي انا ما بقولكش صدام وانا مش اقصد الكلمه. النادي الاهلي لابد انه يحافظ, هو دايما الجهه اللي بتحارب على تحقيق النظام, وهو دايما اللي بيتصدى وبياخد زي ما بيقولوا في صدره كل حاجه وبيتحمل كل حاجه. ولو تفتكر اللي حصل السنه اللي فاتت, اتحاد الكره طلع بيان طويل عريض قال لك النادي الاهلي كان عنده حق بس معلش ما عندناش وقت. فالنادي الاهلي لما بيطلع بيتكلم عن حاجه وبيقول لك انه بيصطدم للحق عشان ما حدش يجي بعد كده يقول له معلش انت كان عندك حق بس ما فيش وقت. هي الفكره كلها ان النادي الاهلي اصبح هو جهه زي ما يثار, وحابب اتكلم فيه هنا, زي ما صار عن موضوع الاستبدال, عن موضوع وجود الاستثناءات في الاستبدال. هو مش في نظام اتحط من اول الموسم ما ينفعش تاني نظام محمد؟ لا انا بتكلم سيستم متعلق بشؤون اللاعبين, مش بتكلم في نظام الاتحاد او نظام اللعبه. طب وبالنسبه لبعض الانديه اللي بتتواصل مع بعضها وعلشان في حد مثلا مصاب عنده رباط صليبي او ايا كان, فبيتواصلوا وبيعملوا تكتل كده مع بعض علشان يقدموا طلب للاتحاد برعايه نادي كبير, عشان يقدموا طلب لاتحاد الكوره ويقول لهم لازم احنا دلوقتي تضررنا من اللعيبه المصابه وهتغيب نهايه الموسم, لابد ان احنا نشوف حل في موضوع الاستبدال ده. نظام لا, ولما يطلع مش فير اساسا, وما يطلع زي ما بقول لك بعض البالونات في الاعلام في الاعلام ويتقال لك اكد مصدر مسؤول في اتحاد الكوره ان هناك اتجاه للموافقه على طلب الانديه, اتجاه وعلى فكره مواقع معينه ومش حابب اقول اسمها دلوقتي, ممكن بعدين تتقال مواقع معينه بتقال ان اكد مصدر مسؤول داخل اتحاد الكره ان هناك اتجاه بموافقه على طلب بعض الانديه علشان استثناءات اللعيبه المصابين بالنسبه له. ده برضو نظام ما ينفعش. دي كلها بالونات اختبار عشان يشوفوا رد فعل الانديه. وانت فاكر الانديه هتسكت؟ الانديه هتقول لك انت اشمعنى فتحت الاستثناء مثلا؟ هو ده المخطط بقى, اشمعنى فتحت عملت استثناء للانديه اللي لعبتها مصابه وما فتحتوش للعيبه الثانيه؟ انت عارف المشكله في فيجي اتحاد الكوره يقول لك ايه؟
إيه؟ خلاص طالما مش هيبقى لعيبه مش الانديه اللي لعيبه المصابه بس، اتنين يا جماعه زياده لكل الانديه. ده مع النظام برضو؟ ده مش صح اصلا، ده مش صح اساسا. اولا في لجنه شؤون اللاعبين. طب لو حصل وحصل تغيير في لائحه القيد في يناير يبقى ايه الوضع؟ غير صحيح وغير قانوني. يخطط لكده؟ لا غير صحيح ولا غير قانوني. عارف انا بقول لك يخطط لكده، لو حصل وحبيت يعني تشتكي او تاخد حقك في الامور دي وتقول ده كده انت بتخالف النظام المسابقه، مش هتلاقي لجنه تشتكيها اساسا. لا وانت هتلاقي النادي الاهلي مثلا لوحده هو اللي بيعترض، وفي الاخر تيجي تقول لك هو النادي الاهلي بيصطدم باتحاد الكره ليه؟ مع اني عايز اقول لك على حاجه، انا ما بتكلمش بسبب النادي الاهلي، انا ما بتكلمش بسبب النادي الاهلي، بس انا عايز اقول لك على حاجه. ده اخلال ليه؟ تكافؤ الفرص، لان انا بدات الموسم باتفاق على ان قايمه 25 لعيب، خمسه تحت السن، استبدال خمس لعيبه. خلاص اشتغلت بدايه الموسم على كده، اختم الموسم بده. تعرف لو عدلت في ده يبقى انا اخليت مبدا كافه فرص لصالح طرف. انت تعرف ان من ضمن الحاجات اللي دايره يقول لك طب النادي الاهلي السنه اللي فاتت ضم مش عارف في يناير 8 لعيبه. يا حبيبي هي اللائحه كانت كده، ما هي اللائحه كده، هو الاهلي ما عدلتش للاهلي. انت عامل زي واحد بالظبط، واحد في الثانويه عامه جاب 96% والطب خد من 97، تمام. السنه اللي بعدها الطب خد من 95، عايز السنه دي يقول لك لا عايز اخش الطب بتاع السنه دي. يا عم انت مالك؟ ده حاجه وده حاجه ثانيه. اقرر لك باللي انت بتحكيه ده، مش مستغرب ان الاتحاد الافريقي عامل قيد من 15 نوفمبر لغايه يناير. هو عمل ده ليه؟ لان جه في القيد اللي كان في الصيف اللي فات لما حصل تضارب بسبب كاس الامم الافريقيه في بعض الاتحادات، واتحادات شمال افريقيا اتضررت بهذا الموضوع لان كانت في مباريات كتير مؤجله لبعد البطوله، وفي انديه ضغطت نفسها وعمل ربكه ودربكه في مساله القيد الافريقي. فقبل بدايه البطوله بعت منشور لكل الاتحادات الاهليه اللي انديتها بتشارك في البطولات الافريقيه، قال لهم استثناء لهذا الموسم قبل البطوله 15 نوفمبر لغايه 31 يناير، بس بشرط ان اللاعب اللي يكون عندك مقيد محليا ايده افريقيا. ده قبل ايه؟ قبل البطوله. زي ما حصل مثلا هو من شهرين ثلاثه، زي ما حصل السنه اللي فاتت كان ليها نظام. الاهلي ما تغيرلوش النظام في نص الموسم عشان النادي الاهلي يلحق يظبط اموره. ما ينفعش يتغير اساسا، ما تغيرلوش، ما ينفعش يتغير. ما ينفعش انك تطرح اصلا الموضوع وتقول ان انا عايز اغير. على فكره النادي الاهلي، انا بقول لك هو النادي الاهلي حسابيا يعني لو تم التغيير هو مستفيد. هو النادي الاهلي لا يحق له دلوقتي انه يتعاقد غير مع اثنين لعيب. لو بصيت على الفرقه وكام واحد مصاب، حمدي فتحي ومحمد محمود ومش فاكر، بس الفكره كلها دلوقتي النادي الاهلي اعتبر ان هو حمدي فتحي ومحمد محمود. طب ما هو ممكن لو قال لك عايز اثنين لعيبه وفاير مثلا كان عايز اثنين لعيبه ثاني، عايز يضم صفقات ثانيه، عايز يضم اربعه مثلا هيقول لك انا مستفيد ومش هحارب وهقعد على الحياد. النادي الاهلي، النادي الاهلي زي ما هيفضل، وانا واثق دي مش معلومه بقى، انا واثق ان النادي الاهلي زي ما كان دايما، وانا بقول لك صدامه ووقوفه علشان الحق هيقف برضه حتى لو كان لوحده في التبديل ده او الاستبدال ده برضه عشان الحق، حتى لو كان هو مستفيد. النادي الاهلي حتى لو مستفيد مش هحققه، وانا بقول لك مش هطبقه. مش مندهش شويه من فكره الصفقات والكلام ده، واساسا الجهاز الفني لسه ما بصش للملف ده؟ لان انا قلت الكلام ده حتى قبل كده هنا في الاهلي الليله، انا عايز لعيب في مركز المدافع، فجاه جت لي اصابه حمدي فتحي في نص الملعب ومعاه كمان اصابه اليو ديانج، هاجي في يناير اغير تفكيره ولا مش هغيره؟ لازم. طيب الكلام عن الصفقات من شهر مش من دلوقتي. بص هو لك على حاجه، خلينا نكون واقعيين ومنطقيين، ده بيحصل في كل حته يعني. لو انت بس غير واقعي، ما هو بيحصل في كل غير واقعي. بتكلمي في واقعي ونظام، هتكلم عن صفقات في يناير لسه في شهر 10. ماشي انت بتتكلمي في واقعي ونظام، انت في رياضيه كامله ما بتعترفش بالكلام ده. احنا بنقعد فتره طويله بنفضل اقول لك على حاجه، هو ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي انت واحد انت شغال في المجال بقالك قد ايه؟ يعني 15 سنه. بقالك 15 سنه احنا بنتكلم في نفس الموضوعات، حاسس ان في حاجه اتغيرت؟ يعني بسيط. 15 سنه بسيط، تغيير نسبي بسيط. فيعني عايزين واحد يبقى كده، ده مش معناه ان احنا هنيأس ولا هنفقد الامل، لكن لما هنيجي نطلب منهم حاجات احنا بنطلب منهم حاجات امكانياتهم تسمح بيها، بس للاسف برضه ما بيعملهاش. ما ده بينعكس على هو فكره انك تطبق حاجه او تعمل مسابقه منتظمه، دي حاجه كارثه. سهله جدا. طيب احنا بنطلب حاجه المفروض انها تتوافق مع امكانياتك، الا اذا كنت انت اصلا امكانياتك لا تؤهلك انك تعمل حاجه زي كده، دي تبقى كارثه كمان، كارثه اكتر. بس هي دي الفكره. علشان برضه كمان الكلام عن اتحاد الكره الحالي او اللجنه المؤقته التي تدير اتحاد الكره، احنا مش طالبين منهم المستحيل، لان هم قاعدين فتره بسيطه وهيمشوا.
ومش مطالبين هم برضو ان هم يصححوا افات وحاجات بقالها وازمات بقالها متراكمه بقالها سنين طويله. انا اختلف معاك، لكن المطلوب انا لسه في لكن، لا بس لا لسه في لكن، كمل لسه في لكن. لكن المطلوب منهم ان هم يديروا الحاجه، يديروا الامور بمنطق وبعدل وبمساواه وبتخطيط وبتنظيم في الفتره اللي انت قاعدها. هل ده مستحيل؟ هل ده مستحيل انك تدير الامور بشكل منطقي؟ اه مستحيل. لا ده انا اسهل ناس اقدر ادير الموضوع ده اللجنه اللي موجوده. لا لان المفروض انا ماليش فواتير انتخابيه ومش جاي في انتخابات، فبالعكس ده انا قراري فير وقراري لصالح العام. انت عايز تقول انا اقول لك ان في فواتير؟ لا طبعا في ناس. انا اقصد بشكل عام يعني المفروض طالما انا جاي لهدف معين ومش نازل انتخابات، اسهل قرار هو قرار الشخص اللي مجرد من اي فواتير. دي حساباتنا اللي انا وانت بتكلم بيها على الترابيزه، لكن في حسابات تانية بتحصل احنا ما نعرفهاش ومعروفه في الوسط على فكره. لا كل حاجه ليها حسابات، كل حاجه ليها حسابات، ومحدش منزه زي ما انت عارف وانا عارف. فما يعني الكلام ده كان المفروض لو انت لو بتقيس الامور بشكل طبيعي، دي لجنه معينه من الفيفا المفروض بتتقاضى راتب على عملها، المفروض ان هي لا تخضع لاي صوت عالي ولا تخضع لاي ضغوط ولا تخضع لاي حد يزعل. اللي يزعل يزعل طول ما انت ماشي باللوائح والقوانين، ازعل اي حد يزعل من قراراتك يزعل، لكن طول ما انت بتحاول تسترضي الكل محدش هيرضي الكل، خاصه لو في جزء من الكل بيزعل حتى لو كمل حقه وعايش دايما طول عمره في حته المؤامره الكونيه، هيزعل ويفضل يزعل. طبق النظام واللي يزعل يزعل حتى لو كان مين، ايا كان مين هو. مزبط. طبق النظام. تفتكر النادي بحجم النادي الاهلي لو طبقت النظام هيزعل اطلاقا؟ بس ده كل بياناته بتهدف للصالح العام وللنظام بس. فانت بس محتاج نظام وتفكير. بص حتى للناس يعني احنا على فكره هو جه مش كان مرتب، احنا هنتكلم عن اتحاد الكوره، ولكن هما لابد انك في كل الاوقات تتكلم عنه. هو شغل اتحاد الكوره مرتبط، هو مرتبط بكل شيء في الوسط الرياضي ووسط الكوره. يعني ده هو السؤال اللي خلانا نطرح الموضوع لما الاتحاد فيه غير مواعيد مبارياته في دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه. ده السؤال اللي خلانا نطرح فعلا، يا جماعه فين الجدول؟ فين جدول الدوري؟ ده بالعكس الانديه الماتشات الافريقيه اتسكنت مواعيدها، فبقى عندك فراغات تعلن المباريات. طب مستني ايه؟ كابتن سيد طرح سؤال مهم جدا، والسؤال ده هنحس بقيمته لما يعلن الجدول، لما قال لك المباراه الجايه مع مين؟ تو مجدي عبد كمان قالها. استنى ده مجدي لما سال على السوشيال ميديا الجدول اتبعت له. لا ده مجدي كابتن مجدي عبد العاطي لما سال على السوشيال ميديا ودخل معاه عضو مجلس اداره الكابتن احمد عبد الله، ودخلوا في وسط هزار على الموضوع. يعني هو كان بيقول لهم يا جماعه انا هلعب الماتش الجاي مع مين، فقال له احنا لسه بنفتح ونرش، قصص كده طويله بالزبط. مش مكانها. حتى قال له في الاخر انت محسسني كابتن مجدي، بيقول له انت محسسني انت هتقول لي اطلع امضي الجواب من عند مدام سوسن. قال له ما عندناش سوسن تقريبا، عندنا ام محمود. عندهم ام محمود، ربنا يخليها يا رب. استاذ خالد التريفي انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. شكرا. ومتفائل بكره طبعا ان شاء الله. دايما النادي الاهلي بيعودنا ان احنا لازم تكون مراهن عليه وانت مطمن، لان النادي الاهلي جدير انك تراهن عليه. انا متفائل وجمهور النادي الاهلي متفائل، والتفاؤل مش نتيجه مباراه على فكره، لا التفاؤل ان في مشروع الحمد لله ماشي في اطار ايجابي جدا، ومجرد بس ما حد فكر ان يعمل هزه صغيره رد فعل الجمهور كان عظيم جدا خلال الساعات الاخيره، حرصا على المصلحه الجمعيه للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكر زميلي العزيز الناقد الرياضي الاستاذ خالد الاتربي رئيس القسم الرياضي في الشروق، ودايما نلتقي بيه على خير خلال الفتره القادمه. وكل مشاهدي قناه الاهلي بشكركم بالتاكيد على حسن المتابعه والمشاهده، ودايما خلي عندكم ثقه في كيان النادي الاهلي، في اداره النادي الاهلي، في لعيبه النادي الاهلي، في الجهاز الفني بقياده ريني فايلر، ودايما هنكون معاهم لغايه المحطه الاخيره، وباذن الله المحطه الاخيره نهايه شهر مايو، نهايه دوري ابطال افريقيا، ولما لا يا رب خلال الساعات الجايه يكون النهائي على استاد القاهره الدولي في ظل مفاضله ما بينه وما بين مركب محمد الخامس في كازابلانكا ان شاء الله خلال الساعات القادمه. كل التوفيق للاهلي في مباراته غدا امام النجم الساحلي، والتقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.